اهلا بيكم في الـ LRC في القصر العيني. ده رابع ولا سابع كورس الاسم يعمله الواحد لوست تراك. الحمد لله الاسم فيه مجموعه نشيطه جدا يعني، واتعشم ان يكون الاستفاده العلميه وراها زي ما انا متوقع. الحضور مش بطال ابدا النهارده، ان شاء الله يطلع في شويه علم كويسين. انا متاكد التنظيم هيبقى محترم جدا. اتمنى التوفيق للجميع ولاخواتنا اللي بيخشوا امتحانات الماجستير والدكتوراه، تاكدوا ان الاسئله هتيجي من الكورسات دي، فارجو المواظبه والانتباه والمقاطعه للاسئله. يعني مش نسمع الكلمه العلم بس ونصبه كده، عايزين نفهمه ونستوعبه. احنا اللي بنتعلمه هنا في الار ار سي هو الجزء العملي من شغلنا، ده الشغل ده الحاجه اللي هناكل بيها عيش بعد كده، حتى لو مش هنعملها نبقى فاهمين الامور بتمشي ازاي، ندي نصيحة للعيان كويس حتى لو مش هنعمل له العملية بإيدينا. فتركيز وانتباه كده، وإن شاء الله يمشي اليوم على خير ويبقى كورس منجز زي باقي الكورسات. نبتدي بالجلسة الأولى. إخواتي دكتور أحمد مرة ودكتور أشرف النحال، تفضلوا يا فندم افتتحوا الجلسة. صباح الخير يا جماعة. طبعا احنا وجودنا في القصر العيني ده لوحده وفي يوم جمعة معناه ان احنا يعني مهتمين بالموضوع. الدكتور علي الفترة اللي هو قاعدة معانا، يعني الراجل لسه ما بلوش كم شهر معانا، تحس اسم العظم ده بقى اسم عظم تاني خالص. سمعته في سمعت في جميع كليات الطب في جمهورية مصر العربية دلوقتي كلها بتبص على اسم العظم في القصر العيني بنظرة مختلفة تماما عن ما كانش قبل كده، مع انه قبل كده برضه ما كانش وحش، لكن احنا ما شاء الله دلوقتي سمعتنا بقت حاجة تانية خالص. مش عايز اطول عليكم، الكورس بتاع البيزك كورس بتاع البرامج توتال هيب ديت بقت حاجة تقريبا بيزك لأي واحد أرثوبيدك سيرجن هيشتغل لازم يبقى عارفها، سواء هيشتغل هيمي هيشتغل توتال لازم يبقى عارف حاجات البرنسبل دي. ما اطولش عليكم، هنبدأ الجلسة بتاعتنا بالهيستوري توتال هيب ريبليس. احمد حازم هيقول لنا الاول انتدكشن. يلا يا احمد اتفضل. السلام عليكم جميعا. انا هبدا بس باللي بنسميه الانترودكشن او الهاوس كيبنج بتاع الكورس. الكورس بتاعنا السنه دي هو ما هو الا بيزك اند كومبلكس برايمري توتال هيب. هبدا بهيستوري بس. احنا بدانا وحده الارثروبلاستي تعمل كورسات مجمعه او سبيشاليزد كورسز في 2015، بدانا اول كورس لينا وكان على الباثولوجي باثولوجيكال او اندرستاندينج الباثولوجي بروبلم او كومبلكس باثولوجيكال بروبلمز اوف ذا توتال هيب. ويوميها كان وي ار براود ان احنا عرفنا ندرب فوق ال 170 سيرجن على هاو تو دايجنوز كومبلكس برايمري، وكان في مختطف من كل حاجه. في 2016 بدانا اول كورس سبيشاليزد ثيرابيوتيك السنه اللي فاتت في فبراير زي الوقت ده، وعملنا كورس ادريسنج البيزك نوليدج بتاع البرايمرلي هيب ارثروبلاستي، البيزك نوليدج فقط. وتاني وي ار براود ان احنا عرفنا نعمل تريننج ل 150 بارتيسيبنتس، كان 2 دايز كورس، ات واز فيري سكسسفول، ومردوده هتشوفوه النهارده. احنا النهارده واخدين تقريبا لغايه دلوقتي 120 بارتيسيبنت، ما بين 115 ل 120 بارتيسيبنت، وناس في 120 تانيين ويتنج ليست. ده جاي من ان الكورس ده هو كان فيري سكسسفول السنه اللي فاتت وكان عندنا اتندنس عالي جدا، وان شاء الله وي هوب ان احنا نخليه باي انوال مش مره في السنه، بحيث ان هو يكون ستاندرد لكل الاورثوبيديك سيرجنز ديورينج ذير تريننج. الفاكولتي السنه اللي فاتت كان معانا اصدقائنا من جامعات ثانيه ومن انستيتيوتس ثانيه، واحنا بنفخر بذلك ان احنا بنتعاون دايما مع انستيتيوتس ثانيه، لكن السنه دي دكتور علي قرر ان احنا نعمله 100% اوف اور فاكولتي. كويس، وادريسنج الانترنال انفايرمنت بتاعتنا عشان ندرس السكول اوف قصر العيني واي اوف دوينج ا توتال هيب ارثروبلاستي او هيمي ارثروبلاستي. دي صور من الكورسات كورس السنه اللي فاتت، وانا عارف ان في خلال ساعه هيبقى الكورس اكتر من كده، عشان كده بقول لكم دلوقتي الناس اللي جم بدري ياخدوا احسن اماكن يشوفوا فيها، لان وراي في خلال ان شاء الله ساعه هتبقى قاعه دهيئا على اخرها. الكورس بتاعنا كان السنه اللي فاتت عباره عن ليكتشرز وي بلاي جراوند. كويس، ايه الاوبجكتيف ورا الكورسات بتاعتنا؟ دلوقتي الهيب ارثروبلاستي بقت بارت اوف ذا تريننج، فاحنا لازم
نبدا نتعلم هاو تو دو ات ويل. الكورسات بتاعتنا اتس نوت اونلي ادريسنج الجونيور اورثوبيديك سيرجنز، اتس ادريسنج السينيور اورثوبيديك سيرجنز، عشان كده في جزء منها هاو يو كان دو ات بيتر. يعني انا بعمل التوتال هيب بس عايز اعمله احسن من كده، ايه الديفولتس اللي بعملها وهاو تو امبروف ات. الكورس بتاعنا النهارده في الثلاث ايام اللي جايين تو دايز بيزك، وانا الدايركتور بتاع الكورس بتاع البيزك، دكتور محمد ابو السعود ودكتور محمد يونس اخواتي هم الدايركتورز بتاعه الكومبلكس ثيرد داي اللي هو يوم الاحد ان شاء الله. الكورس بتاعنا البيزك متقسم انتو ثلاثه ستيشنز او ثلاثه بارتس. اول حاجه بيفور ذا اوبريشن، قبل العمليه. احنا مش هنعمل زي الكورسات الثانيه كلها وناخدك على العمليه على طول، تكنيكس انا شاطر بعملها ازاي، لا احنا وي ار تارجتنج ان انت اندرستاند قبل ما تخش ايه البايو ميكانكس وايه البايو ماتيريالز، ايه الماتيريالز اللي هتستخدمها جوه المفصل، لغايه لما نوصل للديزاين انهي ستام اللي ركبه، انهي كاب اللي ركبه في انهي عيان، والستام ده ليه اتعمل كده. وده النهارده الجمعه من الصبح بالليل هنفضل نتكلم في حاجات قبل العمليه. تاني مرحله انسايد ذا اوبريشن، بكره الصبح هنتكلم هاو تو دو ات بيتر، انا بعمل بوستيريور ابروتش هاو كان اي دو ات بيتر بفيديوز بحيث ان احنا نماستر التكنيكس احسن، انا بانسرت ستام هاو كان اي دو ات بيتر، لغايه لما ننتهي لبكره بعد الظهر ان شاء الله افتر ذا اوبريشن ايه اللي اقدر اديه للعيان من داي 1 فولو اب لغايه الى ما شاء الله ان شاء الله، هاو تو فولو اب العيان وهاو تو ديتكت الكومبليكيشنز اللي بتحصل ديورنج الفولو اب بيريد. فاذا بيفور انسايد اند افتر. بعد كده ثالث يوم، وده ما كانش موجود في الكورس بتاع السنه اللي فاتت، وده جه بناء على الفيدباك بتاع الطلبه بتوع السنه اللي فاتت ان هو كانوا عايزين حاجات مور ديفيكلت. احنا السنه اللي فاتت اديناهم بالظبط كده ريحه من الديفيكلت كيسز، كان في محاضرتين في الاخر على هاو تو انتسيبيت ا ديفيكلت كيس، السنه دي ا فول داي على هاو تو ديتكت ا ديفيكلت كيس اند هاو تو مانج ات. الكورس بتاعنا ديزايند 50% ليكتشرز اونلي، 50% بيزك نوليدج هتاخدوه عن طريق محاضرات، محاضرات دي فيري شورت فيري بريسايز، وانتوا مش متخيلين كميه المجهود اللي اتعمل من الجونيور ستاف والسينيور ستاف في المحاضرات دهيت. احنا وي ريفايزد المحاضرات بتاعتنا سيفرال تايمز عشان تطلع اب تو ستاندرد بحيث ان انت تقدروا تجين نوليدج منها في فيري سمبل مانر. المحاضره لن تتعدى 20 مينتس، ما بين 25 سلايد اغلبهم صور بحيث ان انت تقدر تكون عندك فوتوغرافيك ميموري. ثم الجزء الاهم which is الانتراكتيف سيشنز، ودول متقسمين انتو سيفرال حاجات. الكورس ده مبني على انك تاخد البيزك نوليدج وتطبقه قدامك تاني علشان خاطر تستغل سيفرال سكيلز. الهيرنج مش كل حاجه، انت عايز تشوف وعايز تلمس. فاذا عندنا الاتي، في بلاي جراوند ودي هتمسكوها النهارده بالليل هتتعمل وهقول لكم هاو هنمشي فيها ازاي. البلاي جراوند هي اندايركتد ناحيه ان انت تعرف الماتيريال، تعرف الكوتنج، تعرف الديزاينز. بكره هنبدا الفيديوز الصبح هاو تو دو ا تكنيك بيتر. بعد الظهر هيكون في بيزك نوليدج على هاو تو فولو اب العيان، وننتهي بهاندز اون ورك شوب، ودي السنه دي جديده لان السنه اللي فاتت لقينا الفيدباك وحش جدا على موضوع اللايف هاند اون، يعني كان بيجيب بروفيسور يعمل العمليه قدامنا، لقينا ان احنا عايزين الناس تمسك وتعمل بنفسها. واهم موضوع في اهم حاجه الكيس بيز ديسكشنز، ان احنا هنعمل كيسز كاننا في مرور وبنتكلم عليها ونشوف الاوتكم بتاعنا ايه وهندسكس، ومفيش حاجه غلط. الغلط الوحيد ان احنا نختلف على برينسيبل، لكن الاختلاف دايما دايما في كل حته ما بين الجراحين العظام بيكون على الفيلوسفي، انا فلسفتي كده، لكن البرينسيبل عمرنا ما بنختلف فيه. الفاكولتي 100% من القصر العيني. نيجي بقى للكورس بروجرام، امشي معاكم بسرعه عشان تبقوا عارفين ماشي ازاي. احنا 2 دايز بيزك 1 داي كومبلكس. طبعا دكتور علي هو رئيس الديبارتمنت، دكتور خالد فوزي هو رئيس الوحده، دكتور اشرف النحال بيه هو رئيس كورس البيزك، دكتور احمد جلال بيه هو رئيس كورس الكومبلكس، وانا الدايركتور بتاع البيزك 2 دايز، وان شاء الله محمد ابو السعود ومحمد يونس ان شاء الله هيبقوا الدايركتورز بتاعه الكومبلكس داي في الثيرد داي. الكورس هيبدا زي ما قلت لكم قبل العمليه، ده النهارده، دي المحاضرات بتاعتنا، هنبدا بمحاضرات فيري تاف وان شاء الله نكون تكون سمبليفايد على قد ما احنا ما نقدر. وبعد كده هنبدا على اول حاجه الماتيريالز، وبعد كده الديزاينز، وننتهي بان احنا هننقسم تو جروبس. ال 120 واحد هيتقسموا 60 60، بحيث ان هو 60 جروب A هيفضل هنا هيعمل مع دكتور محمود عبد الكريم الهاندز اون
pre-operative planning عشان نعرف نختار انهي سايز، نختار انهي اوفست، نحط المفصل فين، نانتسيبيت الاشعه ازاي. والنص الثاني هيروحوا ويبداوا what we name the playground which is very interesting، والسنه اللي فاتت كان واخده كلام جميل جدا. البلاي جراوند لو سمحتوا لي الكي فيها بيبر هي موضوع الصفاره، ان احنا لازم كلنا نتحرك مع بعض. يعني ايه؟ يعني هيبقى فيه اتنين كلاسز، كلاسز اللي قدامنا هيبقى فيهم كل كلاس فيهم ثلاث ترابيزات، 30 واحد في الترابيز في الكلاس ده، 30 واحد في الكلاس ده، دول هيروتيت كده، وبعد ما يخلصوا هيروح الكلاس الثاني هيروتيت كده، والعكس صحيح، اللي هيروتيت الناحيه الثانيه في الكلاس وبتاع. دي لمده ساعه، كل كلاس فيهم هيقف الاتي، هيقف 10 مينتس على الستيشن. الستيشن هيبقى فيها انستراكتورز والبارتيسيبنتس هيقف قدامهم هيسمعوا كلام على الامبلانتس، يعني هنترجم المحاضرات اللي قلناها على امبلانتس قدامنا. ده سيمنتد ستام شكله كده، ده سيمنتد كاب شكله كده. ليه في رينج؟ ليه في ميثل رينج؟ ليه في بيدز؟ ليه اليفيتد ليب؟ شكلها ايه الاليفيتد ليب؟ كانك ماسك امبلانت وبتشرحه ليه طالب قدامك. المهم جدا ان احنا نلحق نخلص الكلام ده في ساعه، ف 10 مينتس في 6 ستيشنز ات 60 مينتس، فلازم نلتزم بان احنا نبقى ملتزمين في موضوع ان انا اقول شيفت، نشيفت للناس اللي وراهم عشان نلحق نبدل معاهم. بعد كده جروب بي هيجي يعمل البري اوبريتيف تمبليتنج، وجروب اي هيروح يعمل اللكتشر تاني. دكتور محمود محضر لكم ست كامله فيها اكس رايز، فيها ورق شفاف، فيها لام علشان تقعدوا وتعملوا معاه البري اوبريتيف تمبليتنج، وتتعلموا ازاي تختار السايز الابروبريت، الاوفست الابروبريت. بكره ان شاء الله هنبدا نتكلم على الفيديوز العمليات، وبعد كده واتس افتر ذا اوبريشن بيزك نوليدج، ثم كيس بيزد ديسكشنز، وعاملين كيس بيزد ديسكشنز كتيره جدا بحيث ان احنا نقدر نتكلم في حالات كتيره جدا ما كانش موجود الكلام ده هو السنه اللي فاتت. الوركشوب احنا اخدنا في تحضيرها وقت كتير جدا، واعذرونا في اي ديفكتس فيها، لان المشكله ان احنا ما عندناش عظم كويس في مصر، فحاولنا نجيب احسن عظم موجود بمساعده اصدقائنا من الاندستري، من ليما، يوسف من زمر بايومات، محمد من بايوتكني، ومحمد خليفه واحمد من جونسون اند جونسون. يعني وود لايك دايما ان احنا نشكر الاندستري معانا اللي داخلين معانا في بارتنرشيب على ازاي هاو تو ايديوكيت بيبل كويس، ودول البارتنرشيب بتاعتنا هم هيجيبوا لنا الالات. الوركشوب هتبقى متقسمه 3 كلاسز بحيث ان احنا نبقى تقريبا 30 في كل كلاس. هيبقى على كل ترابيزه بالطول 2 ستيشنز، بحيث ان هو هيبقى في ستيشن هنا وستيشن هنا. وبكره هقول لكم قبل الكلاس بالظبط هنتقسم ازاي. في انسترومنت سيتس، انسترومنتس هتبقى شارد ما بين الاثنين ورك شوبس، كل ورك شوب فيها كلابه فيها 2 سيتس من العظم، كل ستيشن عليها 4 تنفار، المفروض يشتغل 2 وبعديها بنص ساعه او ساعه الا ربع هيبدا يشتغل الاثنين التانيين، بحيث ان احنا في 2 اسيتابيرا و2 فيمورا، بحيث ان احنا كل 2 ليهم سيت بون واحده. وهنبدا نشير الالات ما بين الاثنين ستيشنز، يعني دول يشتغلوا فيمر، دول يشتغلوا اسيتابيولوم وينشيفت، وهيبقى معاهم انستراكتورز بحيث ان يبقى الموضوع تقريبا 1 per 4 انستراكتور لكل 4 كانديدتس. اليوم الاخير انا دكتور محمد ابو سعود ودكتور محمد يونس طبعا يتكلموا عليه احسن مني، يوم الاحد ان شاء الله. اتس فيري تاف داي، فيري كوندنس داي، كله حاجات فيري ادفانس. نبدا ازاي نعرف ان في مشكله اساسا، لان احنا مشاكلنا كلها بتيجي ان احنا مش عارفين ان الحاله دي صعبه، انا داخل احط مفصل وفوجئت ان في بون ديفكت. فاول محاضره هاو تو انتسيبيت اتس ديفيكلت، ذس از ذا موست امبورتنت ليكتشر، ان انت تبقى عارف ان انت داخل على حاجه صعبه. الليكتشرز الثانيه اكيد اللي هيعرف انها ديفيكلت هيبقى عارف ايه الديفيكلت اللي فيها، لكن بليز دونت مس اول ليكتشر. يا جماعه ادفايس يو ان حاولوا تو جيت الماكسيمم يو كان جيت من الستاف، الستاف موجود النهارده وبكره فول كورس قاعدين معاكم، حاولوا تجيبوا احسن حاجه من عندهم. هضرب لكم مثل عشان تعرفوا المجهود اللي اتعمل ده قد ايه. دكتور خالد فوزي بيه كان في بره مسافر، وهو جايب في شنطته معاه السات دهيا، ودي ايده ودي السات
وهو بيحاول يعمل لنا اكسبيرمنت عشان نوصل لازاي نستخدم العجينه ونستخدمها كانها سمنت ونبريشرايز الاسمنت مظبوط. ففي مجهود خرافي اتعمل عشان خاطر الكورس يطلع بالشكل ده. عمر ما في حاجه بتطلع 100%، فاعذرونا لو في اي فولتس بتنزل، لكن احنا وي ار تراينج اور بيست علشان نوصل لاحسن ستاند ونوصل للتيتشنج بتاعنا ان هو يكون فولفيلنج الامبيشنز بتاعتكم ان شاء الله. عايزكم في اخر الكورس يكون كل الفاكولتي عاملين كده كويس، عايزكم تهلكوهم جت البيست اوت اوف ذم. ثانك يو وجود لك ان شاء الله. شكرا يا احمد على المجهود اللي انت عملته انت والشباب الاسم كله. دلوقتي عشان ما نتاخرش على في المواعيد الاستاذ دكتور اشرف النحال يبدا الهيستوري اوف توتال هيب ريبليسمنت. صباح الخير جميعا. وقبل ما ابدا طبعا احب اشكر رئيس الوحده الدكتور خالد فوزي والاورجنايزنج كوميتي كلهم. الحقيقه الدكتور احمد حازم الدكتور خالد فوزي عملوا مجهود جامد عشان الكورس ده يطلع بالطريقه اللي احنا هنشوفها ان شاء الله. احنا وي ار فيري شورت اوف تايم، فاحنا على طول هنخش في الـ في الـ في الـ في الساينتفك كونتنتس. انا هتكلم النهارده على الهيستوري اوف توتال هيب ارثروبلاستي عشان يديكم فكره عن يعني ايه جت منين حكايه توتال هيب ارثروبلاستي دي. طبعا long time ago يعني 2 centuries ago the idea of hip replacement was there due to the يعني large amount of cases of painful hips. طبعا at that time the easiest way to replace the hip out of arthroplasty ان احنا كان بنعمل excision arthroplasty، وهي دي اللي بدات بيها ال idea of arthroplasty excision of the femoral head. ويمكن اشهر حاجه معروف فيها الاكسجن اوف femoral head اتعملت ايه اللي هو جيردل ستونستون 1940. والاكسجن اوف ذا جيرد اوف ذا femoral head او اكسجن arthroplasty was accepted at that time mainly for حالات انفكشن زي تي بي اوف ذا هيب. واذا كانت دي accepted فور انفكشنز برضه في نفس الوقت كان في ارثرايتس وفي حالات ثانيه، يمكن الايديا اوف اكسجن في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفتره دي ما كانش في غيرها، بس ما كانتش فيري ويل اكسبتد في الحالات الثانيه. فعشان كده برضو early of 1900s كان بدأت الـ idea of replacement. مش replacement بقى، it's just allowing a surface to make the movements between the head and the acetabulum easy. فبدأت فكرة الـ interposition arthroplasty using different tissues، وكان من ضمن التيشوز اللي استخدمت ساعتها الفاشيا لاتا، and then برضو في طبعا some crazy ideas زي الـ pig bladder وكده as a tissue to interpose between the head and the acetabulum making the movements easier. Up till the invention of what we call the hip caps, Smith-Peterson, برضو early in the 1900s, and this was يعني considered at that time as a breakthrough through total hip arthroplasty. وبعد كده meanwhile الكلام ده كله كان تقريبا في انجلترا، لكن meanwhile في other areas of the world the other ideas has evoked. زي مثلا in Germany they used ivory to replace the head of the femur early in the 1900s, and برضو في in France they used rubber prosthesis to replace the head of the femur. كل الحاجات دي كانت trials او early trials، وطبعا كتير منها يعني الريزلت بتاعته ما كانتش كويسه قوي for reasons هنعرفها بعد كده. ويمكن مثلا 1926 الايفوري نيل اللي هو زي يعني similar to the idea of short stems have been introduced، معمول من الايفوري حاجه زي الرخام كده to replace the head of the femur. يمكن the first what we call a hip prosthesis was introduced 1938 في Middlesex Hospital in London. كان شكله بالمنظر زي ما حضراتكم شايفين كده. هو the first precisely fitted stainless steel component، وبيتثبت في الفيمر ببولس وسكروز زي ما باين في الاشعه، ولكن برضه الريزلت بتاعته ما كانتش كويسه قوي. اكريليك بروسيسز برضه بدات من اكريليك ماتيريالز كده في برضه في الايرلي 1900s، وفي باريس وفي اجزاء ثانيه من العالم كلها برضه الريزلت ساعتها ما كانتش كويسه. Susceptibility to wear and they failed eventually by time.
يمكن the first attempt or the first process that has been introduced we found يعني a very good success who have been distributed all over the world كان الأوستوم مور بروسيسز 1950s and this was used primarily for the treatment of the fractured neck of the femur to replace the head where the idea of this prosthesis was the presence of fenestrations to allow for bone ingrowth and better fixation of the prosthesis and it was the first hip arthroplasty product that were widely distributed in different areas of the world and still used up till now in some centers for the management of fractures of the neck of the femur وفي نفس الوقت تقريبا طلع حاجه اسمها Thompson prosthesis by Sir Frederick Thompson And Thompson prosthesis has يعني characterized by the presence of this color and the fixation of Thompson at that time both by cement and برضو were used for the same idea for the fractures of the neck of the femur. يمكن the early the concept that we use right now the الفضل لي يرجع لسير جون تشارلي هو اللي عمل ال concept of low friction arthroplasty with polyethylene and polymethyl methacrylate. ده كان بداية العهد بتاع الـ introduction of total hip replacement at that time وشير سير جون تشارلي دوت he died in 1982 some of our late professors الحقيقة يعني they had the chance to work with سير جون تشارلي وحكوا لنا عليه حكايات يعني زي ما نكون أسطورة يعني إن هو ما كانش فيه في حياته في الدنيا غير الـ total hip replacement كان عامل ورشة في البيت وورشة في المستشفى وورشة في المعمل في كل حتة ماشي في الدنيا بيفكرش في حاجة في الدنيا غير التوتال هيب ريبليسمنت لدرجة انه كان بيصحى من النوم مفزوع على كوابيس وحاجات يعني عمل حاجة غلط او عمل حاجة صح او جات له ايديا تانية يعملها المهم ان هو سير جون شارلي ده يعني له الفضل ان هو introduced the principle of total hip replacement اللي اتعملت at that time well, since that time the evolutions that we have seen to that of the total hip replacement up till the designs that we are seeing right now حصلت انا طبعا مش هخش بقى في تفاصيل تانية لانه حكاية الهيستوري دي بقى بسنة عن سنة طبعا هتلاقي فيها كلام كتير قوي واحنا الفكرة في دراسة الهيستوري مش ان احنا بس نعرف الهيستوري يعني ايه الفكرة from the history ان احنا we have to learn from the mistakes that happened in the past عشان نعرف نحط ايه الـ principles او ايه الحاجات الـ factors of success that we need in the future لو مشينا كده في الـ history of total hip replacement هنلاقي حاجات كتير اهم ثلاثة principles في الـ hip replacement اعتقد ان هي الـ prosthetic materials والـ biological environment اللي حطينا فيه المفصل والـ surgical techniques فلو مشينا في in the past for since the evolution of the total hip replacement لازم نعرف ايه المستيكس اللي حصلت في الماتيريالز دي وايه اللي حصل في البيولوجيكال انفايرمنت وايه اللي حصل في السيرجيكال تكنيكس عشان نعرف نحط لنفسنا البرنسبلز الجديده لما نيجي نتكلم على الماتيريال ودي بقى تقريبا يعني انترودكشن للكورس اللي هيتقال النهارده كله في اول حاجه طبعا في الماتيريال اختيار الماتيريالز يعني اول ما طلعت الهيب ريبليسمنت زمان زي ما شفنا في الاشعه كانت ميتال اون ميتال وكده وبعدين الميتال اون ميتال اختفى وبعدين واز ري انتروديوس تاني في تقريبا في 1996 concept of metal and metal with new polishment and new preparation of the materials يعني aiming ان هي to last for a long time with less wear materials ولكن الحقيقه اللي حصل ان بعد الريانترودكشن ده thousands of patients يمكن hundreds of thousands of patients اتعمل لهم الميتال والميتال بروسيسز وفي نفس الوقت ظهر الجديد اللي هو الريسيرفسنج بروسيسز برضه كان ميتال اون ميتال برضه ظهر في نفس الوقت تقريبا 1997 واتعمل للناس كتير قوي لكن ليتر اون ات بروف تو بي ا كومبليت فيلير لانه هاز ا لوكال تيشو رياكشن ميتالوزز وايسبتيك ليمفوسيتيك فاسكولايتيز سودو تيومرز وبرضه حصل منه سيستميك كومبليكيشنز زي الميتال بارتكلز وير انتروديوس او ريتش تو ذا ليمف نودز تو ذا بون مارو اند تو ذا انترنال اورجنز مع عملت توكسيسيتي عملت كارسينوجينيك افكت واهم حاجه انها عملت تيراتوجينيسيتي اند ذاتس واي الميتال والميتال بروسيسز هاز بين ري كولد فروم ذا ماركت يمكن سيفرال جوينت مانيوفاكتشرز ري كولد ذير ميتال هيب امبلانتس Recalls came too late after thousands of patients had already received these problematic devices. والحقيقة some or many of these patients filed lawsuits رفعوا قضايا على الشركات اللي عملت metal or metal later on. فده طبعا حاجة نتعلمها من الهيستوري إن اختيار الماتيريال should be done very precisely and we shouldn't go directly كده rushing under a new material. برضو نفس الحكاية حصلت في السيراميكس the introduction of ceramic heads. يعني idea of the ceramic heads was has a low wear
ويعني اللونجيفيتي بتاعته تبقى اكتر. لكن لما نبص على السيراميكس اللي اتحط اللي اتعملت في الاول الفيرست جينيريشن اوف سيراميك هيدز اللي هي واز فيري بريتل، في نفس الوقت كانت بتعمل سكويكينج بتزيق، كان العام بيمشي يزيق والحاجات دي كلها يعني كانت في الاول. وطبعا باي تايم البيتر مانيفاكتشرنج وبيتر ونيو جينيريشن اوف سيراميكس هاف ايفولفد زي ما هنشوف. فكل ده هنشوف يعني ايه الكاركترز والماتيريالز دي يمكن في اول جزء من الـ من الـ من الكورس النهارده. الجزء ده مهم جدا عشان لازم تبقى عارف بالظبط ايه الماتيريال اللي هتستخدمها وايه الدروباكس بتاعتها وايه الانتسيبيشنز من الماتيريالز اللي انت هتستخدمها. فسو نيو اور تكنيكالي موديفايد امبلانتس اون ذا ماركت شود بي ميد ستيب باي ستيب، يعني ما تاخدش حاجه كده جديده نازله كده مره واحده الا لما تكون متاكد تماما انها اتعملت وفولو اب فيها انف تايم to get the best results of these materials. البيولوجيكال انفايرمنت برضو is very important in يعني لما تيجي تعمل total hip replacement. Insufficient blood perfusion to the surrounding bones that is very important. لو انت عملت complete يعني revascularization او devascularization of the bones ده ممكن تبقى one of the causes of loosening later on. Weakening of the prosthetic bone support، لازم يبقى فيه bone support وعندك bone stock كويس عشان تعرف تحط عليه total hip replacement. والcomplications اللي شفناها من ال excessive reamings وحاجات تانية هنشوفها كلها في التكنيكس مهمة جدا وتعلمناها over the time. Unacceptable surgical techniques، inadequate sterility، طبعا كلنا شفنا disasters of infected total hip replacement. Inadequate patient selection، والpatient selection ده أظن ليه محاضرات في الكورس، لازم نبقى عارفين ازاي نختار البيشنت صح عشان نعرف نوصل للريزلتس كويسه. ان ديكوت بيشنت بريبريشنز والبير اوبراتيف فيشرنج ريزلتس ان ليتر سبستنس، يعني ما تستهونش بالشغلك وانت بتشتغل انك تعمل فيشر صغير كده في الشافت اوف ذا فيمر او غيره، ممكن ده يعدي بس ممكن برضه انه ما يعديش وانه يؤدي ليتر اون تو ريزلتس ان سبستنس اند لوسينج اند ديسلوكيشن اوف يور بروسيسز. فدي كلها حاجات mistakes from the history that we have to shoot to put it in our mind in order to get the factors او ايه هي الفاكتورز اللي we should learn from the history that will enable these factors انها تعمل لنا success of our implants. فايه الفاكتورز of success that have been يعني learned from the history. اول حاجه الحاجات is the fixation of the stem of the processes. السيمنتك تكنيكس ده اول ما بدا كان يعني بدا بدائي جدا، لكن طبعا بقى في فيرست جينيريشن وسكند جينيريشن وثيرد جينيريشن اوف سيمنت. فانت وي هاف تو اولويز تو ستيك تو ذا نيو ايدياز اوف فيكسيشنز عشان توصل ل بروسيسز ستيبل انف ذات ويل يعني لاست فور لونج تايم. طبعا النيو جينيريشن اوف سيمنت كلها فيها انتي بايوتيك كونتيند، دي بتعمل لها في حاجه اسمها فاكيوم ميكسنج اظن هنتكلم عليها بالتفصيل. A preparation of the bone bed to a trabecular surface, how to prepare the bone bed to accept your cement, retrograde filling of the femur channel, distal femoral plug, cement pressurizations وانت بتحط في الاستابيلم. كل الفاكتورز دي يعني دي اكسبيرينس يعني الناس اتعلمتها على مر السنين. يعني طبعا اول ما بدانا التوتال هيب اول ما بدا السيمنت ما كانش حد بيعمل كده، احنا كنا بنمسك السيمنت ده ونحطه بايدينا كده، ما كانش فيه الرول. الفاكتورز دي اتعلمناها على مر السنين ودي خلت الريزلتس بتاعت الارثوبلاستي احسن واحسن مع الوقت. برضو الماتيريالز زي البولي ايثيلين، لما نشوف البولي ايثيلين اللي اتعمل في الاول على الصوره الشمال دي كان جاما انسرت استيرلايزد باي تيبيال انسرت. ده مثلا المقارنه ما بين الانسرت اللي اتشال من توتال نير ريبليسمنت في الديفرنت جينيريشنز. الصوره اللي على الشمال الجينيريشنز الاولى، الصوره الثانيه اللي هي الهايلي كروس لينكد بولي ايثيلين، برضه اظن هنتكلم عنه في الماتيريالز يعني ايه هايلي كروس لينكد وليه بنستخدمه وايه الكاركترز بتاعته. الخبره دي ما جاتش كده من فراغ، جت على مر السنين كلها ازاي نوصل لاحسن ماتيريالز وذات ويل جيف اس ذا بيتر ريزلتس. برضه من الحاجات اللي اتعلمناها على مر السنين طريقه السيمنتلس فيكسيشنز الراف سيرفيس اون ذا انسيمنتد كومبوننتس. يعني لما نشوف السلايد ده دي ديزاينز مختلفه للسيمنتلس فيكسيشن هنتكلم عنها برضه في السيشن بتاعه الديزاينز، وامتى يبقى بروكسيمالي راف وامتى يبقى الرافنس يبقى في بروكسيمال بارت كله بس، وامتى يبقى لونج ذا هول ستيم، وايه الكوتينج بتاعه معمول ازاي. الكلام ده كله
ما جاش من فراغ، ده جات من خبرات على مر السنين. وthis is the idea of learning the history of our processes. دي برضو الأنواع السيراميكس اللي اتعملت بعد كده، زي ما قلنا السيراميكس في الأجيال الأولى خالص في على الشمال كانت بريتل وبتكسر بسرعة، بالرغم من إنها ما فيهاش الوير بروبرتيز ساعتها أحسن، لكن by time the manufacturing of ceramic has improved. لغاية ما وصلنا للفورث جينيريشنز اللي احنا بنستخدمه دلوقتي، المفروض ان هو يعني من البريتلنس بتاعته قلت كتير واللونجيفيتي بتاعته زادت اكتر. فدي كلها حاجات عرفناها من الهيستوري. برضو من الهيستوري خلاص بقى عندنا الايديا او الكونسبت ان انت you have to achieve initial component stability. يعني ما ينفعش مثلا انك تحط البروسيسز بتاعك كده والاستابيليتي بتاعته داوتفول ديورينج سيرجري وتقول انه بعد كده ما هو المصل هيحصل لها مصل تون وكلام كده. طبعا ده اتس ا فيري ريسكي. انيشال كومبوننت استابيليتي اوف اتموست امبورتنت. الماكسمايز ذا هيد تو نيك ريشيو، يعني مثلا انلارجمنت اوف ذا هيد سايز، ده هيدينا بيتر موبيليتي وبيتر استابيليتي اوف ذا بروسيسز. برضو زي ما احنا شايفين في الصوره ان كل ما دلوقتي اصبح دلوقتي الكونسبت اوف لارج هيد primary total hip replacement موجود بيدي stability أحسن. كل ده هنتكلم عنه في الديزاينز وفي التكنيكس of surgery. We have to restore the anatomy. Capsule muscle restorations to prevent dislocations. Careful wound closure to prevent infections. كل ال factors of success دي اللي احنا قلناها سواء في الماتيريالز في الديزاينز في الـ في الـ في الـ في الـ في how to approach the patients والكلام ده كله الفاكتورز دي اتعلمناها على مر السنين من الهيستوري. So these are يعني يمكن دي بقى اصبحت هي دي البيزكس بتاعت الكورس النهارده، ازاي نعرف الفاكتورز اوف سكسس اللي تراكمت على مر السنين وازاي ندرسها كويس عشان نعمل سكسسفول اوبريشنز. مثلا من ضمن الحاجات برضو في الفيكسيشن ترابيكولار ميتال فور بون انجراف، زي ما شفنا الميتال سيرفيس ميتال او سيرفيس اوف ذا بروسيسز بقى ترابيكولار شيب كده علشان يالاو فور بون انجراف. في السيمنتلس فيكسيشنز دوال موبيليتي فور جوينت ستابيليتي، كلها فاكتورز جديده، كلها فاكتورز اتعرفت نتيجه الميستيكس اللي حصلت ان ذا باست. بس هل ايه بقى الانتيسيبيشن بتاعنا فور ذا فيوتشرز؟ تعتمد كلها على طلبات. يعني انت كلنا دلوقتي شايفين وبنعيش مع العيالين، العيالين عاوزين ايه؟ دي وان تو ريتيرن تو اكتيف ليفنج، دي وانت نو مينيمال نو اور مينيمال ريستريكشنز، عايزين يعملوا يعيشوا. يعني الاسئله اللي بنسمعها دلوقتي اي حد بنعمل له توتال هيب ريبليسمنت، هعرف انزل حمام السباحه، هعرف العب، هعرف اجري، هعرف العب تنس، يعني حاجات يمكن ما كناش بنسمعها زمان. انت لازم برضو يو هاف تو ساتسفاي يور بيشنز، انت تشوف ايه اللي تقدر تعمله له عشان يو هاف ات ليست ياخد ما يبقاش عنده ريستريكشنز، مينيمال كومبليكيشنز او نو كومبليكيشنز، ولونج ديورابيليتي اوف ذا توتال هيب ارتوبلاستي. ما بقاش اكسبتد دلوقتي، احنا لازلنا برضو بنسمع السؤال هو المفصل ده بيعيش كام سنه يا دكتور والكلام ده كله. خلاص ده يعني دي البيشنز ديماندز، وي هاف تو فولفيل ذيس بيشنز ديماندز، بان احنا وي هاف تو لوك تو ذا فيوتشرز، وي هاف تو ليرن فروم اور ميستيكس ذات هابن ان ذا باست. سو ذا فيوتشر ويل بوت فوكس اون ليس اكسبتنس فور كومبليكيشنز، less acceptance for inferior processes, higher demands on revision results. طب هل are we still going to face disasters in the futures? Unfortunately, yes, we still are going to face a lot of disasters in the futures because we are too curious for new implants. بنستخدم new implants بسرعة قوي. And we don't want to learn from the past. So we have to look to in the past عشان نوصل للبيتر ريزلتس عشان نعرف ان new implants دي كويسة ولا مش كويسة. And you have to wait until the new implant is really يعني tested and stands for the time. So this will give you an idea of the history and what we learn from the history and how to anticipate a better result in the future. Hopefully that we have a successful course. إن شاء الله نستفيد بيه كلنا. شكرا. بنشكر استاذ دكتور اشرف النحال. هو لخص لنا يعني احنا اللي وصلنا له النهارده في التوتال هيب ده خد حوالي 200 سنه، كل يوم في تطور في التكنيك. خلصنا الكورس. الدكتور احمد عزام هيكلمنا على البايوميكانكس اوف هيب. احمد دي نيكست صح؟ شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة وتعتبر دي يعني أول محاضرة فيها scientific data هنقولها اللي هي biomechanics of the total hip. طبعا الموضوع ده شكله كده مجعلص شوية وشكله فيه كلام كده ملعبك وإيكويشنز وأرقام و بس هو الحقيقة أن البيوميكانيكس سواء في النورمال نيتيف هيب أو في التوتال هيب هي اللي بيعتمد عليها كل حاجة. هي كل شيء ممكن يحصل للعيان بعد التوتال هيب سواء مشي في السكة الكويسة أو حصل له أي كومبليكيشن كله يمكن تفسيره بالبيوميكانيكس وكله ممكن تفاديه بأنك توصل لجود شبه النورمال بايوميكانيكس بعد ما تعمل توتال هيب. طبعا المتوقع في محاضره زي كده ان هنقول ايكويشنز وارقام وكلام ثقيل واتمنى ان شاء الله في النهايه ما يبقاش ده شكلنا. مش هنتكلم على ارقام ولا ايكويشنز ولا دياجرامات كتيره قوي. المهم عندنا الريال لايف الكلينيكال سيتويشن كلينيكالي البايوميكانيكس تفرق ايه واقعيا على العيان. تمام. ومن مجرد حاجة هبلة جدا وصغيرة زي الكروتش اليوز اوف كروتش انه يبقى في الكونترا لاترال هاند مش الابس لاترال هاند وده افضل ليه وده اقل بين ليه من حاجة صغيرة زي كده لاكبر الحاجات كله بيفرق اكودنج للبايوميكانيكس. حاجة زي البوست اوبرتيف بين او الرينج اوف موشن الاستابيليتي او الديسلوكيتابيليتي بتاع المفصل بعد العملية والاكشوال سيرفايفل بتاع المفصل حتى انترا اوبرتيفلي وانت بتختار الامبلانت بتاعك والديزاين وشكله كل ده كان بي اكسبلايند اكوردنج تو بايوميكانكس. هي دي الليرنينج اوبجكتيفز او الاوتكمز اللي نتمنى نبقى عرفناها في اخر المحاضره ان ازاي البايوميكانكس كان اكتشوالي افكت الرينج اوف موشن والاستابيليتي البين الاوفر اول سيرفايفل بتاع البيشنت. ريفيو سريع جدا كده انا هتمنى ان انا ابقى سريع جدا وما نتاخرش للريليفنت اناتومي. الاورينتيشن بتاع الفيمر والاستابلم نورمالي ان الفيمر از انتي فيرتد وليها نيك شافت انجل انتي فيرجن نورمالي اراوند 15 ديجريز والنيك شافت انجل اكشوالي اراوند 135 ديجريز اقل من كده نورمالي بنسميه كوكسا فارا واكتر من كده كوكسا فالجا. The same thing goes for the acetabulum إن هو النورمال position بتاعه is slightly antiverted برضو around 15 to 20 degrees of antiversion وفي الكورونال أو اللي هي الفرونتال plane عنده 45 degrees of inclination والposition ده النيتيف النورمال ده مهم جدا لأن أنت during the operation و after the operation أنت بتحاول توصل للنورمال ده to achieve نفس الكلام اللي قلناه عن الاستابيليتي والgood range of motion وto avoid the impingement وكده. برضو حاجة مهمة ان اي جسم اي بادي الوزن بتاعه الويت بيأكت ثرو حاجة اسمها center of gravity مركز الثقل ده هو ده اللي من خلاله وزن الجسم ككل بيأكت في كل حاجة. center of gravity normally في normal living body بيبقى تقريبا just anterior ل S2 vertebra sacral vertebra number 2 just anterior to it. وطبعا ده في وضعك العادي في الدبل ليج ستانس في وقفتك العاديه ومركز ثقلك ده بيتغير اكوردنج انت هتسوي يمين هتسوي شمال او هتتحرك ازاي. والبادي ويت اللي هو من خلال السنتر اوف جرافيتي بيتوزع لكل هيب في السنتر اوف روتيشن اوف ذا هيب وهو ده اللي من خلاله الاستريسز كلها بتتنقل من البادي ويت في مختلف الحركات دبل ليج ستانس سنجل ليج ستانس ومشي وجري وطلوع سلم تو ذا لوور ليم. طب هو في الاول البايوميكانكس ايه عباره عن ايه؟ البايوميكانكس اكشوالي از ذا ستدي اوف ذا فورسز وات ايفر انترنال او اكسترنال اللي بتاثر على الريليتيف او البادي بارت اللي احنا بنستدي اللي هو في حالتنا الهيب جوينت. وبما ان احنا هنتكلم عن فورسز السي سو ده اللي هو المرجيحه العاديه اللي بنشوفها في البلاي جراوند بتمثل حاجه اسمها الفيرست اوردر ليفر. الليفر اللي هو أول نوع خالص وأبسط نوع اللي بيكون فيه ببساطة زي الميزان كده فيه فورس من ناحية وفورس من الناحية التانية والفالكرم اللي هو محور الارتكاز والاتزان بيبقى في النص. أنت عشان تأتشيف بالانس في وضع زي ده أنت محتاج إن النصين يبقوا إيه؟ إيكوال فورسز. بس هي مش بتجو لايك ذيس أولويز لأن أنت مش مضطر في الهيومن بادي إن الطرفين يبقوا في ايكوال لينث
فلما نيجي نطبق على الهب ده منظر توتال هب متركب. انت عندك الفورس الاولانيه اللي هي التنشن او الفورس بتوع الاب داكتورز، والفورس اللي قصادها في الناحيه الثانيه هي البادي ويت والفالكرم اللي عندنا اللي هو الاكشوال جوينت. فعشان تاتشيف بالانس لازم يكون ان البادي ويت في الليفر ارم بتاعه اللي هو رقم بي مساوي للفورس اللي الاب داكتورز عاملينها في الليفر ارم بتاعها. ده تو اتشيف بالانس. وعشان تتخيل قد ايه الهيب جوينت بيتعرض لفورسز عاليه جدا، لو انت متخيل ان الدبل ليج ستانس في الوقفه العاديه هو تقريبا ده الوضع الوحيد اللي كل هيب جوينت بيوصل له فورس قليله خالص، لان الوزن متقسم على الناحيتين. لكن اي كونديشن تانيه السنجل ليج ستانس وانت رافع رجلك في الخطوه العاديه او المشي طبعا والجري وطلوع السلم ونزول السلم، الاستريسز بتبقى في كل الحالات دي اكتر من البادي ويت. والجوينت اللي متولده جوه المفصل اللي بنسميها الجوينت رياكشن فورس، الفورس اللي متولده عند الفالكرم جوه المفصل اللي هي الجوينت رياكشن فورس، دايما بتبقى the sum of the two forces اللي هي البادي ويت والابداكتور فورس. فهي غالبا في كل الاوقات بتبقى اكتر من البادي ويت، يعني الفورس اللي متولده داخل الهيب جوينت في معظم الاكتيفيتيز تقريبا كلها ما عدا الوقفه العاديه الدبل ليج ستانس هي اكتر من البادي ويت، ونورمالي ساعات بتوصل ل 10 تايمز اوف بادي ويت في بعض الاكتيفيتيز. نتخيل من الكلام ده او نفهم منه ايه؟ ان انت في التوتال هيب تحريكك للسنتر اوف ذا هيب، ان انت مثلا تاكتشوالي تميديالايز الجوينت شويه اللي هو الكب، انت حقيقه بتاثر الليفر ارم اللي جوه، فتقلل الاوفر اول ريزلتنت فورس اللي هي جوينت رياكشن فورس، فالحمل على المفصل يقل. ان جوينت رياكشن فورس دي لو اب نورمال زياده هي دي اللي بتاثر على عمر المفصل والوير بتاعه و و و. ونفس الفكره برضو انك لما تطول الليفر ارم الثاني بتاع الاب داكتورز عن طريق انك تعمل ري اتاتشمنت للجريتر توركانتر، انت حقيقه بتقلل الفورس اللي مطلوبه من الاب داكتورز، فاوفر اول الجوينت رياكشن فورس بتقل. والماجنيتيود اوف ذا فورس يعني قوتها برضه بنفس اهميتها الدايركشن، لان نورمالي في الهيومن بادي البادي ويت اللي ترانسميتد للهيب بيحط المفصل سواء النورمال او الصناعي في ميديو بوستيريور تورشن، يعني هو لو عليه يزق المفصل ميديالي ان بوستيريور. فلازم برضه وانت بتحط التوتال هيب تحط ده في الحسبان وتافويد انك تحط المفصل اساسا بدايه في فيروس او تحطه في اللاترال فيو. لو انت متخيل فروم باك تو فرونت يو هاف تو افويد ذس، لان هو ده الدايركشن نورمالي بتاع الفورس. فانت كده لو عملت كده انت بتسهل المفصل يبريك او بتزود اللودز عليه. حاجه ثانيه مهمه جدا وهنطول شويه في السلايد ده لان هو مهم، حاجه اسمها الاوفست. اي ستيم او الكومبوننت بتاع المفصل ليه اكتر من اوفست، في حاجه اسمها الفيرتيكال اوفست، في حاجه اسمها الهوريزونتال او الميديال اوفست، وفي حاجه اسمها الانتيرير اوفست. الانتيرير ده اسهلهم اللي هو الفيرجن، قد ايه في فيرجن انتيريرلي شبه النورمال في المفصل. الفيرتيكال اوفست هو ايه؟ الفيرتيكال اوفست هو المسافه اللي من السنتر اوف ذا هيد، السنتر اوف ذا هيد لغايه البيز اوف ذا كولر اللي هي الجزء ده مثلا. والفيرتيكال اوفست ده لو انت متخيل هو ده اللي بيأثر ايفينشولي على الليمب لينث. الهوريزونتال او الميديال اوفست اللي هو محور اهتمامنا النهارده وتركيزنا هو المسافه من السنتر اوف ذا هيد لللونجيتيودنال اكسس بتاع الجزء التحتاني من المفصل، يعني قد ايه السنتر اوف ذا هيد متزحزح ميديال عن الاكسس بتاع المفصل. وده مهم جدا ليه؟ ان اكوردنج للبالانس اللي احنا قلناه في الاول هو ده اللي هيلعب لنا في حكايه الليفر ارم ده بيطول ولا بيقصر. فالميديال اوفست ده لو زاد انت بتزود الليفر ارم فبتقلل الفورس، ودي فايده كويسه. بس طبعا زي ما هنتكلم في كل البايوميكانكس لما نقول ده مفيد او ده مش مفيد هو كل حاجه بحدود، في بالانس لازم توصل له. فالميديال اوفست ده لو زودته بزياده انت بتعرض المفصل لستريسز عاليه سواء عليه او على السيمنت مانتل لو المفصل سيمنتد، وكمان بتحط الفاشيا او الجريتر تركانتر اندر جريت ستريسز فممكن يبقى يتعرض لبيرسايتس، تروكانتريك بيرسايتس.
والميديا الاوفست ده لو قل انت بتزود ده بقى اللي كله مشاكل، بتزود الفورسز اللي جوه المفصل، بتعرض المفصل لانستابيليتي، الاستابيليتي بتاعته بتبقى اضعف وممكن يبقى ديسلوكيتد، وبتزود الامبنجمنت لان انت بتقلل الرينج اوف موشن، الفيمر بتخبط في الاستابلم في معظم الاتجاهات لو انت مقلل الميديا الاوفست قوي. الديزاين بتاع المفصل بيفرق لان في مفاصل اكوردنج تو ذا ديزاين لما بتزود لك الميديا الاوفست او بتقلل لك فيه بتعمل ده عن طريق اللعب او الشغل على النك، اللينث اوف ذا نك. فانت لما بتشتغل على اللينث اوف ذا نك انت صحيح بتغير في الميديا الاوفست بس كمان بتغير في الفيرتيكال اوفست، وده بيصعب عليك الامور شويه لان انت في النهايه بتاثر على اللمب لينث طول ما انت بتغير في الاوفست. وفي ديزاينز ثانيه بتوفر لك ان انت تشتغل على الميديا الاوفست بس محافظا على الفيرتيكال اوفست. الرينج اوف موشن اللي هو من اهم الحاجات اللي البايوميكانكس بتاثر عليه وبتديترماين الرينج اوف موشن هيبقى عامل ازاي، اكتر حاجتين بيتاثر بيهم وهنفهم الوقت ايه، الهيد نيك ريشيو، الريشيو ما بين السايز اوف ذا هيد والسايز اوف ذا نيك ده اول حاجه، والديزاين اوف ذا كب او اللاينر. بمعنى الهيد سايز لما الهيد سايز يكبر تفتكر الرينج اوف موشن يزيد ولا يقل؟ بيزيد، كل ما الهيد بتبقى صغيره كل ما النك واتيفر تخبط في الكب بدري فيبقى اللارجر هيد ليها لارجر رينج اوف موشن زي ما انت شايف. بس طبعا كل ده بحدود وهنفهم في محاضرات تانية ان السايز اوف ذا هيد برضو بيأثر لنا على الوير وحاجات زي كده. تاني حاجة النك نفسها، السايز اوف ذا نك الاصغر ولا الاكبر اللي يزود لك رينج اوف موشن؟ الاصغر، فيبقى لارجر هيد وذ سمولر نك يزود الرينج اوف موشن. التيبر بتاع النك اللي هو قد ايه العنق ده تيبيكالي سيلندريكال ولا كونيكال ولا لما بيصغر بيزود الرينج اوف موشن. اخر حاجه السكيرت، السكيرت ده بيبقى ثيكنينج معين في بعض الديزاينز في النك، الثيكنينج ده يزود لك ولا يقلل لك الهيد نيك ريشيو؟ هو بيتخن في النك فيقلل الهيد نيك ريشيو فريزلتنت لي يقلل لك الرينج اوف موشن، فاللي فيه سكيرت يحصل فيه امبنجمنت بدري وليس رينج اوف موشن. طب بخصوص الكب او اللاينر ايه فيه يقلل لي او يزود لي الرينج اوف موشن؟ اول حاجه ببساطه في بعض الكبس بيبقى فيها حته اوجمنت، حته زياده بنحطها ساعات بوستيرو سوبيريور لاغراض ستابيليتي وغيره، دي لو موجوده زي ما تشاف الدايجرام اللي فوق حولته ان هو يبقى اكتر من هيمسفير فيقلل لك الافيلبل رينج بتاعك. الكفرج برضو تخيل سريع، اللاينر بتاعك الكب ممكن يبقى less than a hemisphere او globally more than a hemisphere، برضو الغرض stability. تمام، لو اقل من hemisphere هيديك رينج اعلى، لو اكتر من hemisphere هيديك رينج اوف موشن اقل، ان هو بيبقى خانق النك في رينج اقل. الاستابيليتي بتاع المفصل والديسلوكيتابيليتي دي من اكتر الحاجات اللي بتتاثر بفاكتورز كتيره جدا، لسه متكلمين عن الاوفست، الميديا الاوفست لما بيقل بيأثر على الاستابيليتي، ولسه متكلمين عن اللاينر ديزاين، لكن في نقطتين مهمين نتكلم عنهم، البوزيشن بتاع كل كومبوننت واهم حاجه عندنا الفيرجن والهيد سايز. الفيرجن بتاع المفصل احنا قلنا نورمالي ان الاستابلم از انتيفيرتد حوالي 15 والفيمر از انتيفيرتد تقريبا زيهم. الكومبايند انتيفيرجن ده لو انت متخيل من الصوره لما يزيد، يعني الكومبوننت ده الانتيفيرجن يزيد وده الانتيفيرجن يزيد، اكيد متخيل ان ده بيزود الديسلوكيتابيليتي بالذات انتيريرلي، وكل ما تبقى مودست وفي رينج معين كل ما ده يبقى ده المفصل ستيبل. وطبعا العكس ولو ان الاولاني هو الاشهر، العكس ممكن يزود البوستيريور انستابيليتي. تمام، ولذلك فالسيف رينج اوف فيرجن في النيك اوف ذا فيمر في الفيمورال كومبوننت اراوند 15، وفي الكب في سيف رينج اوف فيرجن اند انكلينيشن اللي هو حوالين من 40 ل 50 انكلينيشن والفيرجن اقل من 20. طب الهيد سايز ازاي ياثر لي على الاستابيليتي؟ الهيد لما بتكبر المسافه اللي مضطره تنطها او تتحركها عشان تخلع بالطبيعي بتزيد، فيبقى الجامبنج ديستانس اكتر ففرصه الديسلوكيشن تقل، بالاضافه لان السبيس اللي انت سايبه في النهايه بعد ما ركبت المفصل يسمح لراس صغيره انها تخلع ولا يسمح لراس اكبر؟ طبعا الراس لما تبقى تكبر البيجر هيد هاز ليس
available space for dislocation. بس برضو انك تلعب في offset او تلعب في head size ليه other factors that determine, بس انت بتعرف ان the larger head is less prone to dislocation. طب البيوميكانكس اللي بتأثر لي على factors كتيرة قوي كده لما يبقى شيء very multifactorial وانت داخل على الجوب دي, ايه احسن حاجة تسلم بيها عشان ما تبقاش زي الراجل في المسرحية جاي يظبط الجاكيت البنطلون ضرب, يظبط البنطلون الجاكيت ضرب, يظبط الفيرجن الاستابيليتي لعبت منه, يظبط الاستابيليتي. البلاننج, انك تخطط وتحضر للي انت هتعمله كويس. وزي ما بنقول اكتر من 3 ارباع الشغلانة ممكن يتم في الاوفيس, not actually the OR. ده مسير وينستون تشيرشل قال, وانا الصراحة كنت دايما بسمعها من دكتور محمود عبد الكريم, مش الكود ده. Failing to plan is actually planning to fail. وال pre-operative templating and planning that you do in the office هو اللي بيعتمد عليه السكسس بتاع التوتال هيد بتاعك. أتمنى نكون أنجزنا. ال take-home message في النهاية كلمتين سرعة جدا. Joint reaction force اللي هي الفورس المتولدة جوا المفصل بتتأثر بال position of the implant وال offset أهم حاجة, وهي دي اللي بتحدد ال wear وال survival وال post-operative pain. الرينج اوف موشن بيتاثر بالهيد نيك ريشيو واللاينر ديزاين. الاستابيليتي بتتاثر بحاجات كثيره جدا اهمها الاوفست والفيرجن والهيد سايز. وايفينشوالي البري اوبرتيف تمبليتنج هو ده الجايد بتاعك, وهو ده سفينه النجاه انك توصل لجود او شبه نورمال بايوميكانكس والبيست ريزلت اند سيرفايفل اوف ذا امبلانت. ثانك يو. شكرا دكتور احمد, فيري انفورماتيف ليكتشر. دلوقتي هنتكلم على تراي بيولوجي, وهيكلمنا دكتور خالد فوزي. حاجه من الحاجات المهمه جدا في التحضير التوتال هيب ريبليسمنت, ازاي تعرف يعني ايه كلمه تراي بيولوجي. متهيألي يعني احسن حد يقدر يشرحها لنا بالتفصيل استاذ دكتور خالد فوزي. دكتور اشرف تقريبا المايك بعيد شويه. خلاص ما خلاص قلنا نتكلم عن تراي بيولوجي. الشباب الحاضرين, العيان لو محطوط البروسيس في اكسيسيف انترفيرشن, رجل العيان في ستريت, تقدر تقول لي تبقى شكلها ايه؟ حد من الشباب الصغار اللي قاعدين عارف؟ قول يا راجل. طيب يبقى فيها ايه؟ طب لو محطوطها بقى في ريتروفيرشن, لو محطوط في ريتروفيرشن يبقى رجل العيان تبقى ايه؟ طب تعرف تقول لي ليه؟ بقى احنا نقول, احنا بنقول الشباب الصغير مش ناس العواجيز, الناس اللي لسه يدوبك بأول خطوات في الهب. ايوه بيحاول يعوض الغلطه اللي حصلت بيظبط رجله. انت عارف يعوض؟ ما عوضهاش بقى في سن روتين الدكتوراه في بره. طلع بره. جاهز يا دكتور خالد؟ يلا اتفضل. ده دكتور خالد فوزي بقى الدينامو بتاع الميتنج بتاعتنا, هيقول لكم كلام هو صحيح يمكن يكون دمه تقيل شويه بس واحد بساطه. لا هو كلام بسيط جدا. لا الكلام مش موضوع بسيط جدا وبسطته جدا ليكم, بس المهم تستوعبوا. مين يعرف الراجل ده؟ This is my Greek friend, Mr. Kostas Portokalis. What's the meaning of Portokalis in Greek? Portoana, orange. تمام؟ Mr. Portokalis thinks everything comes from Greeks. مايك يا خالد. قول. مع ان كل الترم ساعتنا في اللاتيني, لكن هو كل حاجه جايه من جريس بالنسبه له. الكلام ده صح الحقيقه. The word tribology comes from the word tribus, which is a Greek word and means rubbing and sliding. But we were the first to actually apply tribology as Egyptians. Not those Egyptians, but those Egyptians. If you look here, you'll find a great colossus, and they're trying to move it by putting it on a sliding board to minimize the friction and to be able to move it forwards. But despite the origin of the word is Greek, but actually the first application of tribology was in Egypt. Right. It is the science and engineering of interacting surfaces in motion. So what does it involve? Three simple things: friction, lubrication, and wear. What is friction? It is the resistance to sliding movement. لما تحاول تزحلق حاجتين على بعض او ورقه صنفره على لوح خشب, this is friction, تمام, which leads to wear. What does it depend on? The friction force depends on the coefficient of friction and the weight involved, not the pressure, the weight or the load.
If you imagine a surface is not, even if it's a smooth surface, it's composed of asperities. فيها بروزات. So the actual contact area is not what you see or what you measure. It is actually much less than that. It could amount to 1% from the total area that you can see. And even in articular cartilage, this is a scanning electron microscope picture of the surface of an articular cartilage. And again, you can see asperities in it. So not the whole surface makes contact, but part of the surface, which is an asperity. The بروزات هي اللي بتعمل contact مع بعضها. What is the coefficient of friction? It depends on the two surfaces sliding on each other. In synovial joints, it's 0.01. In metal and polyethylene, which is a low friction arthroplasty, it is 0.07. In metal and metal, it's higher. In ceramic on ceramic, it depends on the design and the finish, it could reach lower than the coefficient of friction of articular cartilage. But friction is very simple. It's the resistance to sliding movements. It depends on the coefficient of friction and the weight or the load applied. And the coefficient of friction depends on the two surfaces rubbing on each other. زي اللي بيتزحلقوا على الجليد. بيجيب بوليإثيلين سكيتس وبيتزحلق على التلج أو تلج على تلج أو إزازة على إزازة. Very low friction. لو جبت خشبتين حكيتهم في بعض, it's very high friction. أو very high coefficient of friction. طب what is lubrication؟ كلنا عندنا عربيات وكلنا بنروح نغير زيت وكلنا عارفين في ترومبة زيت لو عطلت تبقى مشكلة كبيرة. تمام؟ فلوبريكيشن is important because it decreases the friction. And hence it decreases wear. Now, what are the types of lubrication that we know? It's two simple types in engineering and in biology. Fluid film lubrication and powdery lubrication. Type. Fluid film lubrication is divided into hydrodynamic, elastohydrodynamic, and squeeze film. This is a very simplification of the concept. What is fluid film lubrication? It's like what you have in your car, the oil, الزيت اللي بتحطه في العربية. The load is supported by a fluid film that separates the surface. The pressure generated in it separates the surface. تمام؟ فthis minimizes the contact, or actually diminishes the contact completely. والcontact كله بيحصل فين؟ في layer of the oil. اللزوبة بتاع الزيت هو بيتزحلق على بعضه. طب احنا عندنا حاجة مهمة جدا في العربية. عندنا ترومبة زيت. ترومبة زيت دي هي اللي بتضخ الزيت under pressure in between the moving surfaces. طب في الجوينتس, في normal joints, artificial joints, ما عندناش ترومبة زيت. لكن في زيت. What's the زيت؟ أو إيه الأويل اللي موجود عندنا؟ زانوفي فلويد. فـ it adds to lubrication by mechanical mechanism without adding pressure to it. One of it is the hydrodynamic lubrication. When two non-parallel surfaces slide on each other, a wedge of oil or a wedge of lubricant is forced in between the surfaces and separates them and lead to a fluid film lubrication, which is hydrodynamic, and it depends on the motion. And it acts when there is low loads and high speeds. كل ما السرعة تزيد بين ال two surfaces اللي بتحركوا على بعض, كل ما ال hydrodynamic lubrication يزيد. والفلويد فيلم يبقى أدخل والبريشر فيه أعلى. كل ما اللود يزيد يبتدي الفلويد فيلم يقل. كل ما الفلوستي تقل كل الفلويد فيلم ما يقل. Supplemented with that is elastic hydrodynamic because biological tissues are elastic. The articular cartilage. Some deformation happens while the sliding movements is happening, and this helps to trap some fluid in between the two surfaces. But the elastohydrodynamics lubrication is again another form of fluid film lubrication, and it improves the lubrication. There is another form of lubrication, which is again a fluid film lubrication, the squeeze film. As you move and you put pressure on your hip, the two joint surfaces are forced quickly towards each other. They trap some fluid, and this fluid is the squeeze film lubrication. What's the other kind of lubrication? Is boundary lubrication. When there is low velocity and when there is high loads, the surfaces are almost contacting each other. However, if you notice in the articular cartilage, you've got in the synovial fluid, you've got lubricin, which is a glycoprotein. This becomes attached to the surface of the articular cartilage on both sides, and when contact happens, these glide on each other. It's only one layer of the glycoprotein, they glide on each other and lead to boundary lubrication. Right. In joints, artificial and synovial joints, there is always a mixture between the three types of lubrication. Fluid film lubrication, mixed lubrication, and hydrodynamic fluid film lubrication. So it passes from boundary with very high loads
to mix lubrication when the load starts to lessen and the speed increases to fluid film or hydrodynamic lubrication. And if you notice that again, that's another example. The hyaluronic acid component in the synovial fluid adds to the viscosity. بيعمل لزوجة في synovial fluid to be able to lubricate as a fluid film. ويعمل elasto hydrodynamic or hydrodynamic or squeeze film lubrication. And the glycoproteins, which are called the lubricin, leads to boundary lubrication. As you walk, as you go into heel strike, there's a squeeze film. The surfaces are moved quickly towards each other, and there's a squeeze film trapped between the articular surfaces. As you put on weight and the velocity increases, it elastic hydrodynamic lubrication goes in. But then as you the load increases more, it passes into boundary lubrication. And there will be a transition zone, and there was a mixed lubrication. When you take off your leg and swing it over, the load is decreased and the velocity is increased, hydrodynamic circulation. So two types of lubrication, boundary lubrication, fluid film lubrication, and in the majority of cases, there are instances where there is mixed lubrication. Now, what happens in artificial joints? In metal, on polyethylene, the polyethylene has high surface roughness. It's not as smooth as you think it is. And contact is unavoidable. And there is a high radial clearance. But it, predominantly, there is boundary lubrication from the synovial fluid. In metal-on-metal joints, the head is larger. There is polar contact with adequate and low radial clearance. And this traps fluid inside as the surfaces slide on each other, leading to a mixed lubrication, moving towards a thicker fluid film lubrication. However, be careful. In metal-on-metal, if there is equatorial contact, as in this picture, there is total equatorial contact. This prevents the fluid from going in. And the joint could seize and lead to excessive wear. If there is total contact, but there is no space for the fluid to go in, or if you put the cup open in a higher angle, there will be edge contact, and again, the fluid will not go in. So it needs adequate, precise radial clearance to allow the fluid to lubricate the joint and to allow to a mixed lubrication or a fluid film lubrication. That's why possibly because of the designs, some of the metal on metal failed except the McMahon prosthesis. In ceramic on ceramic, again, it is moving towards a mixed to fluid film lubrication. And the reason is it has very high, very low surface roughness, low radial clearance. A wettable surface is easily wettable. It has a low angle when water or any fluid contacts the ceramic. And this, again, encourages fluid film lubrication. What is wear? We know that friction could lead to wear. And lubrication is to minimize or to eliminate this friction to minimize or eliminate the wear. Right. Wear is very simple. Abrasive wear, adhesive wear, third body wear, or fatigue wear. There are other types of wear, but you need to know these by heart. And this shows you the experiment that Charlie did with polyethylene in his first hips, and he had catastrophic failure because of wear of these prostheses in a very short period. يعني في خلال سنتين كل مفاصل كتير عملها كان بيعمل لها revision. He was disappointed جدا until he discovered the ultra high molecular weight polyethylene. What is abrasive wear? It is two surfaces rubbing against each other. The harder material will abrade the softer material. زي ورقة صنفرة ولوح الخشب. ورقة صنفرة ناشفة ولوح الخشب أطرى. بيعمل abrasion للخشب وبتلاقي الايه البودرة بتاع الخشب طلع. What is adhesive wear? On contact, some asperities are held by intermolecular bonds. And once you start to move, one of them breaks off, usually the softer one. What is third body wear? It's nothing but abrasive wear, samfara. But where does it come from? Not from the surface, the regular surface, but it comes from third bodies. Any debris in the joint, metal debris, bone cement, bone particles, anything that you leave inside could lead to accelerated abrasive third body wear. One important example is when you have a ceramic fracture and you go and revise it and use the metal head,
polyethylene, it will lead to catastrophic failure due to the third body abrasive wear from the ceramic particles. Now, what is fatigue wear? Unloading the polyethylene, excessive and cyclic loading, sometimes subsurface cracks do happen due to fatigue failure, leads to lamination and delamination, and a layer separates, exposing a worn surface. This is another important type of wear. And you see it more in knee replacements than you do see it in hip replacements. In addition, there is backside wear, and this is due to micro movements between the insert, as in an uncemented cup, or a tibial tray insert, and it could, you can have wear from the contact on the opposite side, but on the back side. In summary, friction is dependent on the coefficient of friction and the load. Lubrication decreases friction wear. Two types of lubrication, fluid film or boundary lubrication. However, in many instances, they could be mixed. Metal on polyethylene is mainly boundary lubrication. Metal on metal and ceramic on ceramic is mixed lubrication moving towards a thicker fluid film lubrication. Wear, mechanism of wear are very simple, abrasive, adhesive, third body, fatigue and demyelination, and backside wear. Remember, when you scratch the prosthesis as you're inserting it, if you look here, this is a ceramic head that has been scratched. This is the profile of it, and this is a cobalt chrome head that has been scratched. And you see how you see the asperities at the projections apparent on the profile of the scratch, which will lead to increased wear, increased abrasive wear of the polyethylene. So please, as you put in joints, try to avoid, especially the articular surface, any abrasions or any scuffing of the articular surface, especially the head and the acetabular part. Thank you very much. كمان او فادي كبير انا كودهم كده بالترتيب بولي اثنين وبعدين ميتلز والسيراميكس والبون سيمنتس محدش سامعني خالص هنتكلم الاول على بولي اثنين هنبدا نتكلم على البايو ماتيريال بالترتيب كده البولي اثنين وبعدين الميتلز والسيراميكس والبون سيمنت هيبدا الدكتور فادي بدير على البولي اثنين برضه دي من المحاضرات المهمه جدا عشان تعرف الاستراكشر اند ديزاين اوف يور بروسيسز فوي بليز باي اتنشن السلام عليكم اكبر مشكله في البولي ايثيلين عندنا لما توزعت عليا المحاضره ديت كنت فاكر ان الموضوع هيبقى كبير جدا البولي ايثيلين من اكثر الحاجات اللي احنا كلنا استعملناها سواء في باي بولر سواء في توتال هيب سواء في توتال ني سواء التوتال هيب ده سيمنتد او سيمنتلس احنا تقريبا كلنا استعملنا البولي ايثيلين في حياتنا. ايه الحاجات المتوقعه من المحاضره دي بعد ما نخلص؟ ايه اللي متوقع مننا؟ احنا في المحاضره دي عاوزين نوصل شويه اوبجيكتيفز صغيرين جدا عاوزين نعرف ايه الديفرنت تايبس اوف بولي ايثيلين ايه هو البولي ايثيلين ده؟ ازاي بيتعمل؟ ايه الالترا هاي مولكيولر ويت بولي ايثيلين اللي احنا عمالين نسمعه كل يوم ويعني ايه كروس لينكينج يعني ايه هاي كروس لينكد بولي ايثيلين عاوز اعرف ايه الادفانتج والديس ادفانتج بتاعت اليوز اوف بولي ايثيلين از بيرنج سيرفيس طبعا دكتور اشرف طبعا ربنا يكرمه شرح لنا الهيستوري اوف توتال هيب ريبليسمنت وطبعا احنا كلنا عرفنا ان هو الموضوع بدا ان 1960 لما السيرجن شارلي بدا يعمل التوتال هيب ريبليسمنت الموضوع ده ان 1961 اتنشر في مجله لانست ودي اقدم مجله علميه تقريبا من 1823 يعني بقى لها حوالي 200 سنه از نيو اوبريشن وبعد كده مجله لانست دي سنه 2007 اختارت توتال هيب ريبليسمنت از اوبريشن اوف ذا سينيشري من 1960 او من 1960 ل 1962 كنا بنستعمل التفلون از بيرنج سيرفيس مشكله التفلون ان هو كان بيعمل لنا كاتاستروفيك ويرز من 1962 بدانا نستعمل الترا هاي موليكولار ويت بولي ايثيلين از بيرنج سيرفيس وبقى لنا 55 سنه وبنستعمله ولسه وهنعرف بعد شويه ان هو ستيل
اللي upper hand as a bearing surface. نقطة صغيرة جدا طبعا دكتور خالد واحمد عزام طبعا شرحوها لنا. احنا عايزين نعرف يعني ايه ductile material عشان احنا نستعمل الكلمة دي كتير جدا في المحاضرة. ductile material على stress strain curve يعني لها large plastic zone يعني بيحصل لها deformation كبير قوي before inferior. هم دي النقطة اللي احنا عايزين نعرفها عن اي ductile material. وده الفرق ما بين الductile والبريتل. زي الفرق ما بين غصن الشجر الاخضر وغصن الشجر الناشف. غصن الشجر الاخضر بيحصل له ديفورميشن كبير قوي قبل ما بيحصل له فيلير عند الالتيميت ستريس بوينت. يعني بيقعد كتير جدا من اول اليلد بوينت لحد الالتيميت ستريس ولحد البريكنج بوينت فبيحصل له لارج ديفورميشن بيفور فيلير. وده معنى ductile material. هنبدا نتكلم يعني ايه بوليمر. البولي ايثيلين طبعا زي ما واضح من اسمه هو بولي ايثيلين. يعني ايه بوليمر في الاول؟ بوليمر ده عامل زي السبحه. السبحه دي بتتكون من ايه؟ نفس المونيمر الصغير لكن بعمل له روبيتيشن. ولازم تبقى كونكتد توجذر بكويفلنت بوند. طبعا كلنا طبعا درسنا كيمياء وكلنا طبعا عارفين يعني ايه روابط تساهميه وروابط ايونيه. فهو البولي ايثيلين ده لارج مولكيول بيتكون من ريبيتيشن اوف ذا سيم سمبل سمول مولكيول اللي هو المونيمر. المونيمر هنا في البولي ايثيلين هو الايثيلين جاز. نقدر نقول على البولي ايثيلين ده اذا لينير هوموبوليمر. يعني ايه لينير هوموبوليمر؟ يعني مش برانش. يعني هو ماشي في خط مستقيم. الخط المستقيم ده ممكن يبقى بعد كده كيرفد اراوند اتسلف. لكن هو ستيل في الاخر لينير هوموبوليمر وهنعرف ده ايه فايدته بعد كده. المونيمرز دي لازم تبقى كونكتد توجذر بكويفلنت بوند بتوين الكربون اند كربون اند بتوين الكربون والهيدروجين. من السلايد اللي فات احنا اتفقنا ان البولي ايثيلين ده عامل زي السبحه. يفرق ايه بقى لو دنسيتي من ميديوم دنسيتي من هاي دنسيتي من الترا هاي مولكيولار ويت؟ على حسب عدد عدات السبحه على حسب عدد الحبات اللي في السبحه هقدر اقسم البولي ايثيلين. لو انا جمعت اقل من 50,000 مولكيول مونيمر في كل مولكيول انا عندي كده لو دنسيتي بولي ايثيلين. لو احنا جمعنا من 50 ل 100,000 احنا كده بنتكلم على ميديان دنسيتي بولي ايثيلين. لو من 100,000 ل 200,000 مونيمر في كل مولكيول ده الهاي دنسيتي بولي ايثيلين. اكتر من 200,000 مونيمر لكل مولكيول احنا كده بنتكلم على الترا هاي مولكيولار ويت بولي ايثيلين. هدف السلايد ده ان نعرف يعني ايه الترا هاي مولكيولار ويت بولي ايثيلين. كل ما بزود عدد المونيمرز في المولكيول ده بيمبروف الوير ريزيستنس بتاعي. هنبدا بعد كده نتكلم. احنا اتفقنا في الاول ان الايثيلين ده غاز في الحاله العاديه. ازاي اوصل بالغاز ده من المرحله الغاز بتاعته او من المرحله العاديه بتاعته الى الشيب بتاعي النهائي اللي انا بركبه جوه العيان؟ اول حاجه بتبدا ان انا الايثيلين معلش انا اسف الايثيلين غاز ده بعمل له بوليمرايزيشن اللي احنا اتفقنا عليها في الاول عشان يطلع لي الايثيلين بقى البولي ايثيلين ريزين باودر. البولي ايثيلين ريزين باودر ده الماده الاوليه بتاعتي اللي انا بستعملها. ودي بتفرق من شركه لشركه وهنعرف بعد كده ايه الفرق ما بين الشركات وبعضها. نبدا بعد كده نخش حاجه اسمها كونسوليديشن. طبعا واضح من اسمها كونسوليديشن يعني ضغط. ان انا بعرض البولي ايثيلين ريزين باودر ده الى هاي تمبريتشر وهاي بريشر عشان اوصل للشيتز او المولد بتاعت البولي ايثيلين بتاعتي. بعد كده ابدا اعمل لها ماشيننج اصنعها يطلع لي شكل المنتج النهائي. بعد كده اللي هو بيخش بعد كده يحصل له باكجنج وستريلايزيشن عشان بعده ان انا استعمله جوه العين. هنتكلم حاجه بسيطه جدا على الكونسوليديشن. احنا اتفقنا ايه هو الكونسوليديشن ده؟ الكونسوليديشن ان انا بحول البولي ايثيلين ريزين باودر الى شكل المنتج النهائي او الى شكل منتج وسيط. عندي طريقتين كبار جدا الرام اكسترويشن او الدايركت كومبريشن مولدنج. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الرام اكسترويشن ده بيبقى عندي مكنه كبيره بحط فيها البولي ايثيلين ريزين باودر مع الهاي تمبريتشر والهاي بريشر بيطلع لي على هيئه شيتس او رودز. مشكلة في ايه؟ ان هو محتاج خطوه ثانيه عشان يتصنع عشان يطلع لي شكل القاب اللي انا بستعمله معايا. بعد كده انا بعمل له ماشيننج. الماشينز دي بتسيب ماركس على البولي ايثيلين. البولي ايثيلين ماركس دي بتزود لي الوير بتاعي. بدانا نعمل بعد كده ان احنا نستعمل البولي ايثيلين ريزين باودر ده في دايركت كومبريشن مولدنج. الاسم واضح من نفسه دايركت كومبريشن. انا بستعمل بولي ايثيلين ريزين باودر ده في مولد او قالب بحط فيه البولي سيليزم باودر ده مع هاي تمبريتشر وهاي بريشر عشان يطلع لي شكل المنتج النهائي. معنى كده انا اختصرت خطوتين من السلايد اللي فات خطوه الكونسوليديشن وخطوه الماشيننج في الدايركت كومبريشن مولدنج. معنى كده ان انا عندي مولد مثلا لمركب كاب مقاس 42 مولد مقاس 44 وهكذا 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 لحد ما اوصل لكل المقاسات بتاعتي. بعد كده تيجي مرحله الباكجنج والاستراليزيشن. مين بيحصل قبل مين؟ طبعا الباكجنج قبل الاستراليزيشن. مشكله البولي ايثيلين ما ينفعش احطه في الاوتوكلاف. خلينا نتفق على حاجه من الاول ان الميلتنج بوينت بتاعت البولي ايثيلين تقريبا 135 درجه. لو انا حطيته في الاوتوكلاف البولي ايثيلين بتاعي ده هيبوظ مش هينفع استعمله. فعشان كده بقى عندي طريقتين كبار جدا للاستراليزيشن.
سواء السيرفس تريتمنت او الايراديشن. ميزه السيرفس تريتمنت ان انا بستعمل حاجتين اللي هي الجاز البلازما او الايثيلين اوكسايد. مشكلته في ايه؟ ما بيحصلش معاه كروس لينكينج، يبقى البرودكت بتاع ده نون كروس لينكد لو انفيريور بروبرتيز. الايراديشن بدا تقريبا من حوالي 30 سنه، تقريبا من اواخر السبعينات بدانا نستعمل الايراديشن. السورس بتاعنا كان حاجتين، لا اما جاما ايراديشن لا اما الالكترون بيم. الدوز بتاعتنا في الاول كانت من 2 ل 4 ميجا راديشن، ودي دوز مهمه جدا ولازم نبقى حافظينها عشان هنعرفها بعد كده لما ازود ايه اللي هيحصل معايا. ميزه الراديشن ان هو له هاي بنتريشن للسيرفيس والسب سيرفيس. ميزه الراديشن ده ان هو بيكسر البونز بتوين الكربون والهيدروجين او بتوين الكربون والكربون، فممكن يحصل معاه كروس لينكينج وممكن يحصل معاه تشين سيشن. لازم الراديشن ده لازم بيحصل في فاكيوم او في انر ارتجاز، وهنعرف ليه السلايد الجاي. دي الكويفالنت بونز اللي احنا اتفقنا، الكويفالنت بونز دي سهل جدا انها تتكسر بالراديشن. الراديشن ده بيبقى هاي انرجي، الهاي انرجي دي ممكن تكسر البونز بتوين الكربون والكربون او بتوين الكربون والهيدروجين زي ما احنا شايفين هنا. لو كسرت البونز بتوين الكربون والكربون معنى كده انها عملت تشين سيشن، كسرت اللارج بوليمر ده الى بوليمرز اصغر. لو هي لو احنا عملنا بريكج للبونز دي بتوين الكربون والهيدروجين، احنا معنى كده عملنا حاجه اسمها فري راديكال او فري الكترون. لو في اكسجين موجود هيحصل له اوكسيديشن، لو مفيش اكسجين موجود الكربون ده ممكن يتحد مع كربون تاني في مولكيول جنبه، معنى كده ان حصل كروس لينكينج، ان صف السبحه اليمين مع صف السبحه الشمال الاثنين بقوا كونكتد توجذر بكويفالنت بوندز ثانيه. الكويفالنت بوندز ده تمام سهلت لي الكروس لينكينج، زودت الكروس لينكينج في الماتيريال بتاعتي. معنى كده ان احنا لازم نعمل الراديشن ده ان ابسنس اوف اوكسجين. ليه؟ عشان اسهل فرصه كروس لينكينج. طب وايه يعني؟ طب ما يحصل اوكسيديف ديجراديشن، ايه المشكله يعني؟ او ما يحصل اوكسيديشن للماتيريال. لما احنا بدانا نعمل الراديشن بدا يظهر بعد سنين طويله قوي الايفكت بتاعت الراديشن ان برسنس اوف اوكسجين على هيئه سب سيرفيس كراكس او الديلامينيشن او الاوكسيديشن اللي بيحصل في الماتيريال عندي. لو حصل اوكسيديف ديجراديشن في الماتيريال ده بيقلل الميكانيكال بروبرتيز بتاعت البولي ايثيلين، بيزود الريسك بتاع الابريزف وير، بيزود الريسك بتاع الديلامينيشن، بيزود الفاتيك فراكشرز ريسك بتاع البولي ايثيلين بتاعي. معنى كده ان ده بيزود الفيلير بتاع البولي ايثيلين عندي. هتفادى ازاي الاوكسيديف ديجراديشن ده؟ ان انا لازم يبقى الراديشن ان ابسنس اوف اوكسجين، ولازم يبقى الشيلف لايف عندي اقل من 5 سنين، ودي حاجه مهمه جدا وباي الاف دي اي لوز لازم الحاجات دي كلها تبقى مكتوبه على البولي ايثيلين عندي. طيب احنا اتفقنا ان الدوز بتاعت الراديشن بتاعت الاستراليزيشن تقريبا من 2 ل 4 ميجا راديشن. اونيشي سنه 95 في اليابان زود الدوز دي تقريبا ضعفها من 2 ل 5 مرات، بدا يدي دوز من 8 الى 10 ميجا راديشن، زود الكروس لينكينج. كانت لسه ستيل عندنا مشكله ان احنا عندنا فري راديكالز، بدا بعد كده يعمل ستيب اضافيه اللي هي البوست الراديشن ثيرمال تريتمنت عشان يتخلص من كل الفري راديكالز، وبعد كده المنتج بتاعي يخش على المرحله النهائيه اللي هي الباكجنج والاستراليزيشن. يبقى احنا اتفقنا دلوقتي ان الالترا هاي مولكيولر بولي ايثيلين ممكن يحصل معاه كروس لينكينج، انا عاوز ازود الكروس لينكينج ده، فبعد كده عملنا الراديشن ان ابسنس اوف الفاكيوم اوف اي ارتجاز، مفيش اي اوكسجنز خالص، الفري راديكالز اللي موجوده بزود فرصه انها تريونايت مع بعضها فيعمل لي حاجه اسمها كروس لينكينج. زودت الكروس لينكينج ده لسه ستيل عندي فري راديكالز عاوز اتخلص منها، عملنا خطوه زياده بوست الراديشن ثيرمال تريتمنت سواء الانيلينج او الريميلتنج، اخر مرحله خالص الباكجنج والاستراليزيشن العادي بتاعنا. يعني ايه ريميلتنج ويعني ايه انيلينج؟ الخطوتين دول هدفهم كله ان اتخلص من كل الفري راديكالز اللي موجوده. ريميلتنج ده ان انا بوصل بالهيت في المنتج بتاعي فوق ال 135 درجه، بعمل تاني ريميلتنج لكل الماتيريال اللي انا عملتها. الميزه في ايه؟ ان انا بتخلص من كل الفري راديكالز، ما بيبقاش في اي فري راديكالز جوه المنتج بتاعي. مشكلته في حاجه واحده ان هو بيتقلل الكريستالاين فيز. البولي ايثيلين ده موجود في تو فيزز، الامورفوس فيز والكريستالاين فيز. الكريستالاين فيز هي اللي مسؤول، الامورفوس فيز هي اللي مسؤوله عن الدكتيلتي بتاعت الماتيريال عندي. الكريستالاين فيز بتبقى مور ريجيد، المفروض البالانس عندي يبقى تقريبا 60% كريستالاين 40% امورفوس. الريميلتنج بتقلل الكريستالاين فيز عشان كده بيبقى مور سسبتبل تو الفاتيك كراكنج جوه العيان. الانيلنج ده ان انا بوصل لحد السب ميلتنج بوينت، ما بوصلش لدرجه حراره 135. ميزته في ايه؟ ان هو بيحافظ على الكريستالاين فيز. مشكلته في ايه؟ بيبقى ستيل لسه عندي فيه راديكال، بيبقى معرض اكتر ان هو يحصل له انفايف اوكسيديشن. احنا اتفقنا الاول ان هو كروس لينكينج ده البولي ايثيلين بدا يحصل كروس لينكينج بتوين البوليمرز في الصف ايه مع البوليمرز في الصف بي.
ده ميزة في ايه؟ بيقلل انتر موليكولار موبيليتي وبيحسن الوير ريت عندي باكثر من 90% مقارنه بالالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين. بمعنى انا لو عندي 10 ملي جرام هيطلعوا كل سنه من الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين مع الهاي كروس لينك ده يبقى 1 ملي جرام بس، تقريبا نزلته الى 10% فقط من الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين. مشكله في ايه؟ ان هو بيخلي الماتيريال عندي شويه بريتل، تبقى اكتر شبه السيراميكس، فبتقلل الدكتيلتي وبتقلل الفاتيج ريزيستنس بتاعه الماتيريال. طيب لما احنا قللنا الوير ريزيستنس عندنا كانت في مشكله كبيره جدا مع الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين، ان انا لو استعملت هيد 28 او هيد 32، الهيد 32 زودت الفوليومتريك وير. طبعا دكتور خالد طبعا تفضل وشرح لنا انواع الوير. فوليومتريك وير ده التوتال وير اللي بيحصل في الماتيريال عندي. لو انا استعملت هيد 32 مع الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين هيزيد الوير ده، لكن بقى ما بتناش المشكله دي مع الهاي كروس لينكد بوليسيلين. من هيد 22 لحد هيد 46 ما كانش في اي ديفرنس في الريت اوف وير بتوين كل الهدات دي، هيد 22 او هيد 28 32 36 40 46 ما كانش في اي فرق. ده يسمح بايه؟ ان انا استعمل سنشل. الثلاث حاجات دول وير اقل هيد اكبر، الهيد الاكبر دي تديني ستابيليتي تديني جود رينج اوف موشن، معنى كده ان هاي كروس لينكد بوليسيلين ده هو انسب حاجه ان احنا نستعملها في العينين الصغيرين. ده دايجرام بيورينا الفرق بتوين الوير ريت في الهيد 32 على الهاي كروس لينكد بوليسيلين، هيد 28 على الهاي كروس لينكد بوليسيلين مقارنه بالهيد 32 على الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين والالترا والهيد 28 على الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين. طبعا احنا شايفين طبعا الوير ريت اقل بكتير جدا مع هيد 32 وهيد 28 في الهاي كروس لينكد بوليسيلين. اتفقنا خلاص ان هو كده الهاي كروس لينكد بوليسيلين ممكن استعمله في العيانين الصغيرين، الوير ريت اقل بنسبه 90% مقارنه بالالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين، جود رينج اوف موشن وستابيليتي عشان اللارج هيد والسنشن اللي انا ممكن استعملها. اول جينيريشن ظهر من الفيرست من الهاي كروس لينكد بوليسيلين، طبعا احنا اتفقنا ان اونيشا عامله سنه 95 فضلنا نستعمله لحد سنه 2003 تقريبا. كانت مشكلته في حاجه ان هو ستيل بيحصل انفايف اوكسيديشن، بدا يحصل لنا المشاكل دي فراكشر اوف ذا ريم والسب سيرفيس كراكس. بدانا ندور على بدائل ثانيه عشان نتخلص من الفري راديكالز دي. بدات الاف دي اي ابروفد لاستعمال الفيتامين اي از انتي اوكسيدنت، او ممكن نستعمل 3 دوز اوف الراديشن مع الانيلينج، ان انا بعرض الماتيريال عندي ل 3 سيكونشال دوز اوف الراديشن زائد الانيلينج، ده بيقضي تقريبا على كل فري راديكالز في الماتيريال عندي. وده هو السكند جينيريشن وده الستيل اللي موجود بنشتغل بيه لحد النهارده. ايه هو بقى الادفانتجز في البوليسيلين؟ نهاية مفيش البوليسيلين ده ملوش ميزة محددة، لكن هو ميزته الوحيدة ان هو تفادى كل عيوب الاخرين، تفادى عيوب الميتال اون ميتال، تفادى عيوب السيراميك اون سيراميك، جمع كل المزايا ديت او تفادى كل العيوب. عامل كده زي ابو تريكة في الكورة، ملوش ميزة محددة بنفسه، لكن هو تفادى كل عيوب اللعيبة الاخرين، محترم، اخلاق، بيلعب كويس. ايه مش عايزين نخش في الكورة، دي كلمة سريعة، تمام؟ ايه بقى الادفانتج اوف بوليسيلين؟ ان هو مش توكسيك، بايو كومباتبل، مش كارسينوجينيك. دي اكبر عيب في الميتال اون ميتال ظهرت لنا. الميزه الثانيه ان هو سايلنت، ما بيحصلش معاه سكويكنج، كوست افكتيف، رخيص مش زي السيراميك غالي. ايزي ريفيجن، لما باجي اعمل ريفيجن على سيراميكس على سيراميك اون سيراميك، وانس ان انا بعمل سيراميك اون سيراميك انا خلاص مشيت في التراك ده طول العمر، لازم استعمل سيراميك اون سيراميك عشان الوير بارتكلز اللي بتحصل من السيراميك دي ما ينفعش استعمل معاها ثاني. المشكله دي مش موجوده مع البوليسيلين. البوليسيلين ليس فاتيك فيلير، هاي فراكشر تافنس، هاير وير ريزيستنس، ده ميزه كويسه جدا، وفي نفس الوقت فورجيفنج. هنقف دقيقه واحده عند كلمه فورجيفنج، يعني ايه فورجيفنج؟ يعني البوليسيلين ده لو انا حطيته مش في الاناتوميكال بوزيشن مش هيحصل لي معاه مشكله، ودي مشكله كبيره جدا كانت بتحصل لنا مع الميتال اون ميتال والسيراميك اون سيراميك، لازم احطها في الاناتوميكال بوزيشن. مقارنه بالبيرنج سيرفيس الثانيه ستيل الوير ريت مع الهاي كروس لينكد بوليسيلين او الالترا هاي موليكولار ويت بوليسيلين ستيل اعلى من الحاجات الثانيه، لكن السيراميك اون سيراميك بريتل وبيحصل معاه سكويكنج ولازم يتحط في الاناتوميكال بوزيشن، البوليسيلين احسن منه في النقط دي. الميتال اون ميتال ستيل برضه لازم يتحط في الاناتوميكال بوزيشن، ومشكلته الكبيره ان هو التوكسيس بتاعته او الالفال سندروم زي ما هنعرف بعد شويه. الديس ادفانتج في البوليسيلين نقدر نلخصها في الوير اللي بيحصل معاه. البارتكلز بتاعت البوليسيلين تقريبا بيبقى حجمها من 0.3 ل 10 مايكرومتر، ودي الموست اكتف بارتكلز. الراديتد بارتكلز بتبقى مور اكتف عن النان راديتد بارتكلز. مشكله الويل هنا ان هو بيحصل اوستيولايسس حوالين الستيم او القاب عندي، الاوستيولايسس ده بيزود الاسيبتيك لوزنينج،
الاسيبتيك لوزنج دي بتعمل ابنورمال موشن وده بيزود الوير وده بيدخلنا في الفيتشوال سيركل بتاعه الوير في البوليسلين. تفرق ايه بقى شركه زيمر من رايت من جونسون من كل الشركات دي؟ تفرق في اربع حاجات. اول حاجه الانيشال ريزين باودر اللي انا بستعمله، تاني حاجه الدوز والتايب اوف الراديشن، البوست الراديشن ثيرمال مانجمنت اللي انا بستعمله سواء الريميلتنج او الانيلنج، اخر حاجه الميثود اوف ثيرمال استراليزيشن. مش صح قوي ان انا احط صوره زي ديت في سلايد، لكن ده جزء من اف دي اي لود. دي قوانين اف دي اي قالت لك ان لازم التايب اوف ثيرمال استراليزيشن لازم يبقى باين، القاب اللي عندك دي الراديتد ولا مش الراديتد، الشيلف لايف بتاعها قد ايه، لازم ده كله يبقى محطوط على الستيكر بتاع البولي ايثيلين. وناخد بالنا من النقطه دي، لو بولي ايثيلين اكتر من 5 سنين ممنوع بقى العنبات اللي هنحطه جوه عيان. طيب هل البولي ايثيلين لسه اكتر حاجه بتستعمل معانا؟ اه. ايه الابروفال بتاعنا؟ دي صوره من الناشونال جوينت ريجستري اوف يونايتد كينجدوم بتورينا ان ستيل الميتال اوف بولي ايثيلين هو اكتر حاجه بتستعمل. الميتال اون ميتال خلاص غالبا بيديكلاين، السيراميك اون سيراميك لسه ستيل برضه، السيراميك على بولي ايثيلين از ابرايزنج. معنى كده ان الميتال اون بولي ايثيلين على سواء هاي كروس لينكد او الالترا هاي ميكرو ميتال عادي بتاعنا هو ستيل اكتر حاجه بنستعملها از بيرنج سيرفيس. ده السويدش هيب ارثروبلاست ريجستر بيورينا ان اكتر من 90% من حالاتنا بنستعمل فيها البولي ايثيلين. الاحمر ده الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين وبدا يزيد في الفترات الاخرانيه ان احنا بدانا نستعمله وبندكلاين اليوز اوف الترا هاي موليكولر ويت بولي ايثيلين طبعا عشان احنا اتفقنا على المزايا بتاعته. هدف المحاضره في الاخر لو احنا طلعنا بالبوينتس دي يبقى انا نجحت كويس جدا في المحاضره بتاعتي. احنا اتفقنا الالترا هاي موليكولر ويت بولي ايثيلين ده اكتر من 200,000 مونيمر لكل لارج مولكيول. الكروس لينك بيحصل بالراديشن ان ابسنس اوف اوكسجين، الدوز اوف استراليزيشن من 2 ل 4 ميجا راديشن، لكن الدوز بتاعه الكروس لينكينج او بتاعه الهاي كروس لينك بولي ايثيلين من 8 الى 10 ميجا راديشن. انكريز الكروس لينكينج بيزود الميكانيكال بروبيرتس او بيمبروف الميكانيكال بروبيرتس وبيمبروف الوير ريزيستنس في البولي ايثيلين، لكن ده لازم ناخد بالنا ان هو ده كله ويز الليمت وعلى حساب البريتل بتاع الدكتيلتي بتاعه الماتيريال بتاعتي. الهاي كروس لينكد بولي ايثيلين بيقلل وير ريد بنسبه حوالي 90%، ممكن استعمل ستين شيلز، ممكن استعمل لارج هيد عشان كده مور ستيبل، بيزود الرينج اوف موشن وده احسن في الشباب الصغيرين. الانيلنج احسن من الريميلتنج ان احنا بنحافظ على الميكانيكال بروبرتس بتاع البولي ايثيلين. الشيلف لايف بتاعنا لازم يبقى اقل من 5 سنين. شكرا. شكرا دكتور فادي. الدكتور طارق خالي هيتكلمنا برضه في البايو ميكانكس عن الماتيريال يوز ان توتال هيب ريبليسمنت. بسم الله الرحمن الرحيم. هكلمكم على الميتالز كبايو ماتيريالز. معلش هو الجزء بتاع البايو ماتيريالز ده يعني صعب شويه، هحاول قد ما اقدر تكون المحاضره بسيطه يعني ومفهومه. الاوبجكتيف بتاعتنا النهارده عايزين نعرف ايه هو الميتال الوي، عايزين نعرف ايه هو الكروجن، ايه هو المودولس اوف الاستيستي، ونتكلم على التايبس اوف ميتالز اللي بنستخدمها في الارثروبلاستي. اول حاجه هل احنا بنستخدم بيور ميتالز في تصنيع البروسيسز؟ الاجابه لا. ليه؟ لان البيور ميتالز ويك وسوفت نتيجه ان هي ماليابل وداكتايل. طب احنا بنستخدم ايه؟ بنستخدم الميتال الوي. الميتال الوي ده ايه هو الميتال الوي؟ الميتال الوي ده عباره عن ميكتشر اوف تو اور مور اليمنتس، واحد منهم هو الميتال اللي احنا بنستخدمه او الميتال اوف انترست. ليه الميتال الوي هي بنستخدمها ما بنستخدمش البيور ميتالز؟ قلنا عشان البيور ميتالز ويك وسوفت. ده راجع للاستراكشر بتاع البيور ميتال. البيور ميتال بتبقى مصنوعه البيور ميتالز بتبقى متكونه من اتومز اوف ايكوال سايز
في مترتبه في ريجولار لايرز، فده بيخليها لما تتعرض لفورس الفورس ده بيخلي اللايرز دي تسلايد اوفر اتش اذر، على عكس الاستراكشر بتاع الالوي بيبقى مصنوع من اتومز اوف ديفرنت سايز وفي ليس ريجولار ارينجمنت، فده بيخليها مور ريزيستنس للديفورميشن لما بتتعرض لفورس. ده بيخلي الالوي زي ما قلنا هي هاردر وسترونجر ومور ريزيستنس للكروجن وعندها بيتر فينيش وبيتر لسترس عن البيور ميتالز. هنتكلم بسرعه دلوقتي على الستريس سترين كيرف، هو فادي كان قاله كده بسرعه، انا هقول برضو يعني هتكلم عليه عشان هنحتاجه في المودولس اوف الاستيستي. ببساطه هو الفورس لما بتابلاي على ماتيريال، الماتيريال دي بيحصل لها ديفورميشن، الفورس ديت هي الاستريس والديفورميشن اللي بيحصل ده هو الاسترين. لو عملنا كيرف ما بين الفورس والديفورميشن او ما بين الاستريس والاسترين هيطلع عندي اللي هو الاستريس سترين كيرف، وزي ما فادي قال هو بيبقى في عندي الاستيك زون وفي بلاستيك زون، الاستيك زون بتنتهي عند اليلد بوينت اللي هي بيبدا عندها الديفورميشن، والالاستيك زون دي هي الجزء الماتيريال فيه بتريزيست الديفورميشن. طب ايه هو اليانجلس مودولس اوف الاستيستي؟ هو ببساطه هو ميجر للستيفنس، يعني قد ايه الماتيريالز ديت بتريزيست الديفورميشن. بنقيسه ازاي؟ بنقيسه بالسلوب بتاع الستريس سترين كيرف في الالاستيك زون. كل ما السلوب عالي كل ما الماتيريال دي بقت ستيفر وبقت هاردر، على عكس ان احنا ممكن نفهمه لما نقول مودولس اوف الاستيستي، ممكن نقول ان المودولس اوف الاستيستي لما يزيد ان الماتيريال بتبقى مور الاستيك، لا هي المودولس اوف الاستيستي لما السلوب بتاعه يعلى بتبقى الماده ديت بتبقى ستيفر وهاردر. هو هنا ده السلوب في الالاستيك زون، هو ده المودولس اوف الاستيستي. كل ما السلوب عالي زي اللي هو بالجرين كلر ده الماتيريال بتبقى ستيفر اكتر، ان هي كده بتحتاج انرجي اكتر عشان توصل لليلد بوينت. ولو بصينا على الديفرنت ميتالز اللي عندنا هنلاقي ان الكوبالت كروم هو عنده الهايست مودولس اوف الاستيستي، وبعد كده يليه الستانلس ستيل ثم التيتانيوم اللي هو اقرب حاجه للكورتيكال بون. طيب ايه هو الكروجن؟ الكروجن هو الكيميكال ديزولفينج، هو التاكل اللي بيحصل للميتالز مع في الجسم لما بيحصل لها كونتاكت مع بعضها او لما يحصل لها كونتاكت مع البادي فلويدز. والكروجن بيحصل في كل الميتال امبلانس، مش بس في مش بس في البروسيز، يعني مش بس في الارثروبلاست. طب هل الكروجن ليه مهم؟ الكروجن ده بيأثر على الميتال نفسها، بيعمل لها ويكنس وبيعمل لها رفنس للسيرفيس بتاعها، وبيأثر كمان على السراوندنج تيشو ان هو بيعمل ممكن يعمل بيطلع توكسيك ماتيريالز، والماتيريالز ديت توكسيك ماتيريالز دي بتعمل الرجيك رياكشن او لوزنينج واوستيوليزيس حوالين الامبلانس نفسه. طب ايه هي انواع الكروجن؟ هو الكروجن ليه انواع كتير، بس في ثلاث انواع مهمين قوي بيحصلوا في الارثروبلاستي، هو الجلفانيك كروجن والكريفيس كروجن والفريتنج كروجن. الجلفانيك كروجن هو اللي بيحصل ما بين تو ديستيميلر ميتالز لما بيبقوا ان كونتاكت مع بعضهم في الكتروليتيك فلويد، زي ما ركب كوبالت كروم هيد على ستانلس ستيل ستيم وما بينهم الايه الجوينت فلويد، يبدا يحصل ما بينهم جلفانيك بوتنشال ويبدا يحصل الجلبانيك كروجن. الكريفيس كروجن هو بيحصل لما الالكتروليتيك فلويد يخش في السمول كراكس او النارو سبيسز ما بين الميتالز، زي اللي بيحصل في الهيد نيك جانكشن لما يخش الالكتروليتيك فلويد ما بين الايه الهيد والنيك ميتالز ويبدا يتكون الكريفيس كروجن. ودي صوره فوتوغرافيه بتوضح الكريفيس كروجن في الهيد نيك جانكشن. اخر نوع اللي هو الفريتنج كروجن، وده اكتر نوع بيحصل، هو بيحصل نتيجه المايكرو موشن اللي بتحصل ما بين التو ميتالز سواء سيميلر ميتالز او ديس سيميلر ميتالز. هو اقرب ما يكون للوير اللي بيحصل زي الوير اللي بيحصل في الارتكوليتنج سيرفيس، هو بيحصل الفريتنج كروجن ده بيحصل في الهيد نيك جانكشن وبيحصل في الجانكشن بوينت بتاعه الموديولر بروسيزز. وبراون ايتال لقى ان في دايركت كورليشن ما بين الهيد ما بين النيك اكستنشن وما بين الفريتنج كروجن، لان كل ما بيزيد طول النيك كل ما بيحصل مايكرو موشن اكتر وستريس اكتر في الهيد نيك جانكشن ويحصل فريتنج كروجن اكتر. زي ما قلنا الفريتنج كروجن بيحصل في الهيد نيك جانكشن وبيحصل في الجانكشن بوينت بتاعه الموديولر بروسيزز. دي برضو ده بيوضح الفريتنج كروجن اللي حصل في النيك في ده اللي هو موديولر نيك بروسيزز،
وده اللي هو ايه الفلوتنج كروجن اللي حصل. طيب ازاي ممكن نقلل الريسك بتاع الكروجن؟ مش احنا طبعا هو المانيفاكتشر ازاي بيخلي باله وهو بيصنع البروسيسز ان هو يقلل الريسك بتاع الكروجن؟ اول حاجه ان هو بيغطي سطح الميتال ده باوكسيد لاير فتعمل باسيفيشن للميتال. ان هو يعمل بروبر ان هو يعمل بروبر ديزاين للميتال للامبلانس نفسه بحيث ان هو يزود الاستابيليتي في الهيد نيك جانكشن او في الموديولار بارتس بتاعه البروسيسز فيقلل الفريتنج كروجن. واخر حاجه ان هو يستخدم سيميلر ميتالز يعني يستخدم ميتالز تكون من يعني يستخدم الهيد والستيم يكونوا من نفس الميتال ده هيكون انسب حاجه ان هو يقلل ايه الريسك بتاع الجلفانيك كروجن. دلوقتي هنتكلم على الميتالز اللي احنا بنستخدمها في الارثرو بلاستي هم يعني فور مين تايبس الستانلس ستيل والكوبالت كروم والتيتانيوم واخر حاجه اللي هو التانتيلوم. الستانلس ستيل بدا استخدامه يعني او اول حد عمل سكسسفول ميتاليك بروسيسز كان شارلي سنه 1960 عمل سيمنتد توتال هيب مصنوع كله من الستانلس ستيل. الستانلس ستيل ده بيتكون من ايرون كربون الوي معاها كروميوم وموليبدينم ومنجنيز ونيكل. واشهر فورم الستانلس ستيل هو ال 316L فورم ده بيبقى بيتكون من 3% موليبدينم و 16% نيكل و L4 لو كربون. طب ايه هي مميزات الستانلس ستيل؟ يعني الستانلس ستيل استخدموه بكثره في سواء في الامبلانس او في الارثروبلاستي لان هو بيتميز ان هو فيري ستيف وهارد يعني ممكن يستحمل لو انا ركبته في الـ في الـ في ويك بون ان هو يستحمل ان هو يعيش مع البيشنت ويكمل معاه وما يحصلوش فراكشر فهو فراكشر ريزيستنس. بس من عيوب الستانلس ستيل هو اكتر حاجه أو اكتر ميتال معرض للكروجن وان هو بيحصل منه ستريس شيلدنج لو انا استخدمته ك بايولوجيكال فيكسيشن في السيمنتلس بروسيسز نتيجه ان هو عنده زي ما قلنا عنده هاي مودولس وبلاستيسيتي. فلذلك الستانلس ستيل بنستخدمه مينلي في السيمنتد بروسيسز وخصوصا الاكسترا ديزاين على يعني على عكس المولر ديزاين بيبقى مصنوع مينلي من الكوبالت كروم. تاني حاجة عندنا هو الكوبالت ألوي، الكوبالت ألوي أو الكوبالت كروم استخدموه أكتر لما بدأوا يفكروا في الميتال والميتال أرثرو بلاستي بدأوا يدوروا على حاجة يكون ليها وير ريت فبدأ يستخدموه ماكي وفرار سنة 1966 بدأوا يصنعوا الميتال والميتال بدأوا يصنعوا الفيمورال هيد من الكوبالت كروم. الكوبالت كروم بيتكون من ده مبين من اسمه من 60% كوبالت و 30% كروم ومعاهم موليبدينيوم ونيكل. الكوبالت كروم زي ما قلنا هو زي الستانلس ستيل هارد برضو لانه عنده هاي مودولس بلاستيستي ومور ريزيستنس للكروجن واهم حاجه فيه ان هو عنده لو وير ريت عشان كده استخدموه كبيرنج سيرفيس. بس عيوبه طبعا ان هو عنده هاي مودولس بلاستيستي او هو عنده الهايست مودولس بلاستيستي في الميتال فعشان كده بيعمل ستريس شيلدنج وبيعمل بون ريزربشن لو استخدم لو استخدمناه في السيمنتلس بروسيز. وحاجه ثانيه ان هو المانيفاكتشر بتاعه صعب يعني التشكيل بتاعه صعب لانه فيري هارد فعشان كده يعني ايه ما استخدموش قوي في الحاجات اللي هي فيها موديولاريتي عاليه. فالكوبالت كروم زي ما قلنا هو بيستخدم في السيمنتد بروسيز زيه زي الستانلس ستيل تمام واكتر في المولر ديزاين بتاع الستيم وبيستخدم كبيرنج سيرفيس زي ما قلنا ان هو عنده جود وير بروبرتيز وعنده كمان ان هو الفينشنج بتاعه او الفابريكيشن بتاعه احسن من حيث ان انا اعمل سموزنج للسيرفيس بتاعه وان انا اعمل بولشنج للسيرفيس احسن من بقيه الميتال واثبت طبعا ان هو ليه كلينيكال سكسس. التيتانيوم بدا استخدامه برضه انتشر استخدامه سنه 1964 لما بران مارك اكتشف الاوسيو انتجريشن كاركترستيك بتاعه التيتانيوم وان هو بيستيميليت البون انجروس فبداوا يستخدموه بشكل واسع وهو بيتكون من تيتانيوم مع الومنيوم وفانيديوم. واشهر فورم للتيتانيوم هو التيتانيوم 64 بيتكون من تيتانيوم ميلي ومعاه 6% الومنيوم و 4% فانيديوم. والتيتانيوم بيتميز ان هو فيري بايو كومباتبل تمام وان هو مور ريزيستنت للكروجن عن بقيه الميتالز
عن حتى عن ستانلس ستيل وعن الكوبالت كروم، وان هو عنده لو موديوس الاستيستي. لو موديوس الاستيستي معناها ان هو مش لو استخدمته في الكونتاكت مع البون مش هيحصل منه ستريس شيلدنج، ومش هيحصل منه بون ريزولوبشن، ومش هيحصل منه سايبين. بس عيوبه ان هو عنده هاي وير ريت، فمش هينفع استخدمه كافيرنج سيرفيس، وان هو تدوت بيكون مور ميتال ديبريس، وان هو طبعا اكسبنسيف، عشان كده السيمنتد بروسيس بتبقى اغلى طبعا من السيمنتد بروسيس. فاحنا بنستخدمه مينلي في تصنيع السيمنتريس بروسيس زي ما قلنا، عشان خاطر الموديولس بروسيس بتاعته، وعشان خاطر ان هو ما بيحصلش منه ستريس شيلدنج ولا سايبين، وخصوصا اللي هو الفورما اللي هي التيتانيوم 64. اخر حاجه هو التانتيلم، والتانتيلم ده قريب جدا من التيتانيوم، بيتميز ان هو برده عنده لو موديولس اوف الاستيستي، وان هو بيتصنع في هاني كومبد واكستريملي بورس استراكشر. فهو نتيجه الحاجتين دول، ان هو عنده لو موديولس اوف الاستيستي، وان هو بيبقى اكستريملي بورس، ان هو فيري كوندكتيف للبون انجروس، فبداوا يستخدموه بشكل واسع جدا وبشكل بروميسنج في الريكونستراكشن، في الاستابلر ريكونستراكشن، في التصنيع بتاع الاوجمنتس الميتال اوجمنتس اللي بتستخدم في ديفكتس في الاستابلر ريكونستراكشن. بس لغايه دلوقتي لسه ما يعني ما استخدمش بشكل واسع او ما استخدمش بشكل مقبول في تصنيع الفيمورال ستيم. اخر حاجه هنقولها هي التيك هوم مسج اللي انا يعني اتمنى ان هو يكون وصل لكم من المحاضره. عرفنا ليه بنستخدم الميتال الوي، عرفنا ان هي هاردر وسترونجر عن البيور ميتالز، عرفنا ان هي مور ريزيستنس للكروجن، وعرفنا ايه هو الكروجن، وعرفنا انواعه، وعرفنا ازاي ممكن يتغلب عليه في التصنيع، وعرفنا ان الكوبالت كروم والستانلس ستيل عندهم هاي موديولس اوف الاستيستي، عشان كده ما بستخدمهمش في السيمنتريس وبستخدمهم ميلي في السيمنتد. وعرفنا ان الفيمورال هيد بتبقى مصنوعه من الكوبالت كروم عشان عنده لو وير ريت، وان التيتانيوم والتانتيلم عندهم لو موديولس اوف الاستيستي فبستخدمهم في السيمنتريس بروسيسز. واخر حاجه عرفنا ان التانتيلم دلوقتي بيستخدموه بشكل بروميسنج في الاستابلر ريكونستراكشن. ثانك يو. شكرا دكتور طارق. معلش هي المحاضرات الاولانيه بتاعت الماتيريالز بتبقى شويه تاف كده، لكن هي حقيقه جزء مهم جدا من الكورس. بليز باي اتنشن. هيكلم دلوقتي على السيراميكس دكتور السيد ايسن. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا لسه مكملين في البايو ماتيريالز. معلش هي المحاضرات في الاول البايو ماتيريالز صعبه شويه. هنتكلم ان شاء الله عن السيراميكس. كلنا عارفين طبعا ان الموضه دلوقتي بتاعه البيرنج سيرفيس هي السيراميكس، لدرجه ان ممكن العيان يجي لك في العياده يقول لك يا دكتور والله انا عايز اركب احسن مفصل، انا عرفت من النت ان المفصل السيراميكي ده هو احسن مفصل. هل هو فعلا احسن مفصل ولا النت بيبقى مزود الموضوع شويه؟ طيب على اخر المحاضره دي ان شاء الله هنبقى عايزين نعرف ايه هي السيراميكس، ايه المانيفاكتشرنج بتاع الماتيريال كاركترستكس اوف السيراميكس، ايه التايبس اوف سيراميكس، سيراميكس از ا بيرنج سيرفيس، وفي الاخر عايزين نعرف هل السيراميكس دي ايديال بيرنج سيرفيس ولا لا. السيراميكس عباره عن سوليد ان اورجانيك ماتيريالز تتكون من ميتال اند نون ميتال، بيبقى يونايتد توجذر باي كوفالنت اور ايونيك بوندز، وكانوا بيقسموهم لنوعين، هي التراديشنال سيراميكس زي الحاجات المصنوعه من الكلاي زي كل الديشز والفلاور بوتس كل الجدران والحوائط والحاجات دي كلها، والادفانسد سيراميكس ودي الحاجات اللي تهمنا واشهرها طبعا الاوكسايد زي الالومينا والزركوني. ازاي بيحصل المانيفاكتشرنج اوف ذا سيراميكس؟ بتعدي المانيفاكتشرنج ثرو فور بروسيس. اول بروسيس هي الباودر بروسيسنج. الرو ماتيريالز بتاعتنا عباره عن باودر، نجيب الباودر ده ونعمل له كراشنج، نطحنه
لحد لما تبقى very fine particles. بعد كده بتخش المرحلة التانية اللي هي الفورمينج، بنقاد على الباودر ده حاجة اسمها organic binder عشان نكون المولد أو الجرين بودي. وبعد كده بتخش المرحلة التالتة اللي هي مرحلة السنترينج بروسس باي الاكسبوجر تو هاي ريتس اوف تمبريتشر، وفاينلي بنعمل السيرفيس فينش عشان نوصل لآخر حاجة اللي بتوصل لنا في ايدينا جوه العملية. أهم حاجة في المحاضرة كلها هي إيه الماتيريال كاركترستكس بتاع السيراميكس عشان نقدر نستخدمها كبيرينج سيرفيس. وتقريبا معظم الحاجات اللي احنا هنقولها دي اتقالت في المحاضرات اللي قبل كده، بس احنا هنقول ايه الحاجات السبيسيفيك للسيراميكس. اول حاجه من خصائص السيراميكس انها هيدروفيلك. الهيدروفيلك كريتيريا اوف سيراميكس دي allows better wettability of the surface، وبالتالي بتالاو smooth distribution او uniform distribution of the synovial fluid over the bearing surface، ودي نقطه مهمه جدا في اللوبريكيشن. تاني خاصية من خصائص السيراميك إن it is very hard material. The hardness of material يعني إيه؟ يعني its resistance to deformation and penetrations. الحاجة الوحيدة اللي تقدر تسكراتش السيراميك هي الدايموند. عشان كده بنقدر نوصل ل very high very low surface roughness، وعشان كده السيراميكس بتريزيست ال third body wear. السيراميكس is very stiff. يعني ايه stiffness؟ الستيفنس زي ما قلنا قبل كده هي الماتيريال not deform under high loads، على عكس البولي ايثيلين مثلا اللي هو داكتايل. عشان كده لازم السيراميكس يبقى فيه precise production للهيد عشان الهيد اند لاينر، عشان يبقى فيه proper fitting لان هي مش بتديفورم. الخاصيه الرابعه للسيراميكس it is brittle. يعني ايه brittle material؟ يعني بتبريك وزود ديفورميشن، على عكس البولي ايثيلين زي ما الدكتور فادي قال. عشان كده في هاي ريسك اوف فراكتشر، لكن مع الامبروفمنت اوف جنريشن زي ما بنقول بعد كده الفراكتشر تافنس بقى احسن والريسك اوف فراكتشر قل. والنتيجه لان السيراميكس هاز هيدروفيليك وذ بيتر لوبريكيشنز اند ات هاز ا جود سيرفيس فينيش، ات هاز ريديوسد كوفيشنت اوف فراكتشر، وده بيخلي ان في بيحصل حاجه اسمها فلويد فيلم لوبريكيشن زي ما الدكتور خالد بيقول. السيراميكس بارتكلز ار بايولوجيكالي انرت على عكس الميتال. ات هاز نو اور مينيمال تيشو ريسبونس للسيراميك بارتكلز. اخر حاجه ان السيراميكس ار سترونج ان كومبريشن بات بور ان بيندنج. عشان كده احنا ما بنستخدمش السيراميكس غير في البيرنج سيرفيس، ما بنستخدمهاش لا في الستيم ولا في الكوب. عشان نوصل للسيراميكس الدلتا سيراميكس اللي احنا وصلنا له دلوقتي، الموضوع باس ثرو فور جنريشن. الفيرست جنريشن ستارتد ان 1974. السنترنج بروسس بتاع الماتيريالز دي ريزلتنج ان لارج جرين سايزد، البلوكيولز كانت كبيره، عشان كده كان فيه الكراك بروباجيشن اند الكاتاستروفيك كومبوننت فراكتشرز. لكن مع الامبروفمنت حصل ادينج للمغنيسيوم اوكسايد ان 85، ده حسن الميكانيكال بروبرتيز بتاعه السيراميكس وادى الى ديكريز الجرين سايز اند ديكريز الريسك اوف كومبوننت فراكتشر، وده سموه السكند جنريشن او البايلوكس سيراميك. في 1995 بدا نضيف طريقه جديده للبروسيسنج اسمها هوت ايزوستاتيك بروسنج، هوت ايزوستاتيك بريسنج، وده حسن اكتر الميكانيكال بروبرتيز وقلل الجرين سايز اكتر، وبالتالي قلل الريسك اوف فراكتشر اكتر، وده سميناه الثيرد جنريشن او البايلوكس فور سيراميكس. لحد ما وصلنا للفورس جنريشن اللي احنا بنستخدمه دلوقتي او الدلتا سيراميكس اللي هي الومينا ماتريكس كومبوزايت. ده عباره عن ستابلايزد زيركونيا بارتكلز ان ان الومينا ماتريكس اند سم اوكسايدز. ده ادى الى امبروفمنت اوف ذا ميكانيكال بروبرتيز، بريفنشن اند انيشيشن اوف ذا كراك بروباجيشنز اند اولموست نو وير. ايه التايبس اوف سيراميكس اللي احنا بنستخدمها؟ عندنا 3 تايبس اوف سيراميكس. اول نوع هو الالومينا، والالومينا ده عباره عن الومنيوم اوكسايد باودر. ات از ستيبل اند كيميكالي انرت، على عكس الزركونيا زي ما هنقول بعد شويه. سبريتل، والجرين سايز بتاعته اكبر من الزركونيا عشان كده سسبتبل تو الفراكتشر، بات ات هاز فيري لو وير ريت. النوع الثاني هو الزركونيا، والزركونيا بريزنت ان 3 كريستالاين فيزز، هي الكيوبيك والتتراجونال والمونوكلينيك فيز. ات از انستابل على عكس الالومينا.
and it needs to be stabilized by adding some oxide zirconium. Well, most stabilized formula of zirconia is yttrium stabilized zirconial particles. Well, in the grain size بتاعتها أقل عشان كده فيه low risk of fracture. لكن unfortunately the wear بتاعها أعلى من الألومينا because إن بيحصل حاجة اسمها hydrothermal transformation between the three cubic phases اللي في الأول دي عشان كده بيحصل surface roughness عشان كده بطلوا يستخدموا الزركونيا لوحدها. آخر نوع اللي هو الكومبوزيشن ما بين الاثنين اللي هو ألومينا ماتريكس كومبوزايت أو الفورس جنريشن اللي هو الدلتا سيراميك وده جمع الادفانتجز بتاع الالومينا والزركونيا مع بعض وقلل الديس ادفانتجز بتاعتهم فبالتالي عندنا بيتر ميكانيكال بروبرتيز في لو ريسك اوف فراكتشرز اند اولموست نو وير. طيب بعد ما عرفنا ايه الماتيريال كاركترستكس بتاع السيراميكس عايزين نعرف بقى ايه هي الادفانتجز بتاع السيراميكس كاز ابييرنج سيرفيس. اول حاجه الادفانتجز هاز very low wear rate comparing لكل البيرنج سيرفيس الثانيه. ليه ليها low wear rate؟ اول حاجه لان هي has excellent tribological properties لان better lubrication it is hydrophilic and resist the third bud wear and it has good surface finish زي ما قلنا في الكيميكال كاركترستكس او الميكانيكال كاركترستكس بتاعتها. وبالتالي لما الوير يقل ايه اللي يقل؟ يقل الاستيوليسيس واللوسنينج نتيجة لأن الوير أقل والوير بارتكلز اللي بتبقى produced by ceramics are very small and it is biologically inert فالتشو ريسبونس بتاعها no or minimum. وبالتالي بنوصل لأهم حاجة اللي احنا كل أي عيان بيجي لك العيادة يسألك المفصل هيعيش معايا قد ايه. فالهدف من كل ده لما يقل الوير ويقل الاستيوليسيس يبقى اللونجيفيتي بتاع البروسيسس أو الامبلانتس بتاعنا هيزيد. وعشان كده احنا بنقول او يعني بنقول لسه ان ده ممكن يبقى الايديال بيرنج سيرفيس فور ادلت بس احنا لسه ما عندناش لونج تيرم فولو اب. طيب هل دي الادفانتجز؟ ايه الديس ادفانتجز بتاعت السيراميكس؟ اول حاجه السكويكينج. هو كان في فيديو هنا السكويكينج عباره عن النويزي ساوندز اوديبل تو الهيومن اير عباره زي الساوندز اوف نيو بير اوف شوز. الانسنس بتاعته ممكن تبقى اي اب تو 33%. الاكزاكت ميكانيزم از انون بس في سيوريز بتقول انه اكتر في العينين الطوال او الادلت والطول والهيفي. ولو حصل لوكالايزد سترايب وير او امبنجمنت ما بين النيك والميتال ريم او انسفيشنت لوبريكيشن السكويكينج ده ممكن يبقى انوينج للعيان لدرجه ان هو يدور انه يعمل ريفيجن للمفصل بسبب الصوت اللي بيزيق كل شويه ده. تاني ديس ادفانتجز للسيراميكس هي الريسك اوف فراكشر. الريسك اوف فراكشر زي ما قلنا قبل كده ان ده كان فيري هاي مع الفيرست جنريشن لكن افتر امبروفمنت اوف سم ميكانيكال بروبرتيز مع النيو جنريشنز قل الريسك اوف فراكشر لكن ستيل وذ امبروبر تكنيك او امبروبر انسرشن اوف ذا كومبوننت ممكن يحصل فراكشر. ثالث حاجه بتحصل هو لوكالايزد سترايب وير. لوكالايزد سترايب وير ممكن يحصل نتيجه المايكرو سيبريشنز اللي بتحصل ما بين الهيد واللاينر ديورنج السوينج فيز او نتيجه للامبنجمنت اوف الهيد التيبر على الميتاليك ريم. رابع حاجه السيراميك از فيري اكسبنسيف لكن احنا بنقول ان هو ممكن يحسن اللونجيفيتي بتاع البروسيسس عشان كده ممكن يبقى كوست افكتيف لكن احنا لسه برضو ما عندناش لونج تيرم فولو ابس على السيراميك والسيراميك بيرنج سيرفيس. اخر ديس ادفانتج للسيراميك ودي مهمه جدا ان السيراميكس از نوت فور جيفن على عكس البولي ايثيلين زي ما الدكتور فادي قال ان السيراميكس نيدز بريسايز اند بروبر سيرجيكال تكنيك لازم تحط الكاب بتاعك في الفيرجن المظبوط الاناتوميكال ويبقى الادكشن انجل مظبوطه ولازم يبقى الستيم محطوط ان البروبر فيرجن اند هايت. طيب بعد ما عرفنا ايه الديس ادفانتجز والادفانتج بتاع السيراميكس اخر حاجه هنعرفها هي ايه الدروباكس لما تيجي تعمل ريفيجن لعيان مركب سيراميك. اول حاجه ممكن تلاقي difficulty في الريموفال اوف ذا سيراميك لاينر فروم ذا ميتال شيل لان في لوكينج ميكانيزم ولو جيت تشيل اللاينر ممكن يحصل destruction للوكينج ميكانيزم او ايفن destruction للميتال شيل عشان كده ممكن تحتاج ان انت تريفايز كل حاجه. تاني حاجه الدامج اوف ذا تيبر بعد ريموفال اوف السيراميك هيد وعشان تركب سيراميك هيد لازم تركبها على نيو تيبر ما ينفعش تركب سيراميك هيد على دامج تيبر عشان كده بعض الشركات عملوا حاجه اسمها بايلوكس اوبشن
عشان تركب نيو تيبر على التيبر الدستروي. اخر حاجه لما تيجي تعمل ريفيجن افتر سيراميك فراكشر، احنا عارفين ان لما يحصل سيراميك فراكشر يبقى فيه سيراميك بارتكلز موجوده، السيراميك بارتكلز دي لو ما شلناهاش كلها هتعمل ايه؟ ثيرد باد وير. عشان كده برضو لما ينفعش ان انت تريفايز عيان عامل سيراميك تريفايز ببولي ايثيلين، لان السيراميك بارتكلز اللي موجوده دي هتعمل سيراميك هتعمل ثيرد باد وير اند كاتاستروفيك وير. عشان كده دايما بنقول ان وانس سيراميك اولويز سيراميك. احنا كلنا عارفين ان السيراميك دلوقتي بتستخدم ك بيرنج سيرفيس، بس هو مش هو عنوان المحاضره بتاعتنا البيرنج سيرفيس. البيرنج سيرفيس احنا عايزين نعرف ايه هي الكرايتيريا اوف ايديال بيرنج سيرفيس عشان نرد على السؤال از ات ان ايديال بيرنج سيرفيس ولا لا. طيب ايه الكرايتيريا اوف ايديال بيرنج سيرفيس؟ هقول وانتوا تقولوا لي السيراميكس ده بالنسبه للكرايتيريا دي ايديال ولا لا. اول حاجه لو كوفيشنت اوف فراكشر، السيراميك لو كوفيشنت اوف فراكشر؟ يس it is low coefficient of fracture. Number two, it resists the third body wear. Yes, it resists the third body wear. Number three, a small amount of wear particles. Yes, it is the lowest wear particles of the bearing surface. Number four, it's bioinert. Yes, it has no or minimal tissue response. Number five, allow adequate lubrication. Yes, it is hydrophilic and allow adequate lubrication. Cost effective? لا expensive بالنسبة لي. بس ما عندناش لونج تيرم فول ابس عشان نقدر نقول اللي هو كوست افكتيف ولا لا. ايزلي تو بي امبلانتد؟ نو، ات نيدز بروبر سيرجيكال تكنيك اند بروبر انسرشن اوف ذا كومبوننت. اند الايمنج اوف ذيس ايدياليزم از لونج تيرم سرفايفل اللي هو اللونجيفيتي اوف ذا بروسيس. طيب عشان كده نقدر نقول ان السيراميك ده ايديال بيرنج سيرفيس ولا لا؟ يعني نقدر نقول ان الايديال بيرنج سيرفيس لو عندنا لونج تيرم فول ابس وعيان متريش شويه. ال تيك هوم مسجز اللي احنا نقدر نطلع منها من المحاضره ان السيراميكس هاز ان اكسلنت فايبروجيكال بروبرتيز، الانسيدنس اوف فراكتشر قل جدا مع نيو جنريشنز، سكويكينج از ستيل ا بروبلم، السيراميكس نيد بروبر سيرجيكال تكنيك اند بروبر انسرشن اوف ذا كومبوننتس. خلي بالك وانت بتعمل ريفيجن ان وانس سيراميك اولويز سيراميك. ممكن نقدر نقول ان هو ايديال بيرنج سيرفيس فور يانج ادلتس لو عندنا لونج تيرم فول اب. ثانك يو. شكرا دكتور سيد. اخر حاجه بقى على البون سيمنت، ده اخر موضوع في الماتيريالز، وبعد كده هنتكلم بقى بعد ما عرفنا الماتيريالز كلها زي ما قال دكتور سيد كان بيقول ايه الايديال بريكنج او سوري بيرنج سيرفيس. الاول على البون سيمنت هيكلمنا الدكتور محمد عبد المنعم. جيب البدله مقفول هنا بقى. اخر موضوع النهارده في البايو ماتيريالز يمكن اكتر موضوع الجراحين العظم ممكن تكون بتحبه في كامل قلناه كله النهارده اللي هو البون سيمنت او الاسمنت. تمام، النهارده ايه الحاجات اللي احنا عاوزين نتكلم عليها بالنسبه للاسمنت واللي عاوزين نرجع منها من المحاضره دي فاكرينها ان ايه هو الاسمنت وبيتكون من ايه وبيتكون ازاي، ان ايه هي البروبرتيز بتاعت الاسمنت ده اللي بيعتمد عليها الشغل بتاعه وازاي بيقدر يشتغل، وايه هي الفيزز والتايمز بتاعت السيمنتيشن، وايه هي الادفانسز اللي حصلت في السيمنتيشن تكنيك عشان يقدر ان هو يبرفورم بيتر ويبقى فيه لونجيفيتي اكتر للسيمنت. اول حاجه بنتكلم عليها النهارده اللي هي بدايه الحدوته بتاعت الاسمنت بدات يمكن في سنه 1870 مع دكتور الماني اسمه دكتور جلاك. ده كان اول واحد قدر ان هو يستخدم نوع من انواع الاسمنت مختلف في التركيب الكيميائي بتاعه يمكن عن الاسمنت الموجود دلوقتي، عشان هو اخترع توتال نيب متكونه من العاج او الايفوري وابتدى ان هو استخدم الاسمنت ده عشان يثبته. تمام، بعد كده ابتدى يحصل ايفولوشن للتركيب بتاع الاسمنت لغايه ما التركيب الحالي للاسمنت اتكون او اتعرف في سنه 1930 وابتدى ان هو يستخدم، وبدايه استخدامه بشكل واسع شويه كان مع سير جون تشارنلي في سنه 1958 لما يبتدي ان هو يستخدمه في السيمنتنج تكنيك وفي السيمنتد ارثروبلاستي، وابتدى ينتشر واحده واحده في الستينات في اوروبا وبعد كده بدايه من السبعينات في اليو اس اي. اول ما افكر في كلمه اسمنت ايه اول حاجه هتيجي في دماغي انا كجراح عظم؟ هيجي في دماغي باكيت فيه شويه باودر وازازه فيها شويه ميه.
ودول ان انا اقدر اخلطهم ببعض عشان يكون اسمنت. طب ايه البودر ده بيتكون من ايه او الميه دي بتتكون من ايه؟ اول حاجه نتكلم عليها اللي هي البودر. البودر بيتكون من حاجه اسمها بوليمر. يعني ايه كلمه بوليمر؟ كلمه بوليمر معناها ان هو فيه مولكيول ريبيتد كذا مره عشان يكون لونجر تشين. هي دي معنى كلمه بوليمر ببساطه خالص. المولكيول بتاع الاسمنت اللي هو البوليميثايل ميثاكريليت ده عباره عن ذرتين كربون وذرتين هيدروجين ماسك فيهم ميثايل جروب وماسك فيهم اكريليك جروب. تمام. في حاجه تانية اسمها الانيشيتور اللي هو البنزايل بروكسايد وده حاجه بتساعد الاكتيفيشن بتاعت البوليمرايزيشن بروسيس. ثالث حاجه اللي هو الريديو اوسيفاير ده حاجه بتخلي الاسمنت ريديو اوبيك عشان يبان في البوست اوبراتيف اكس راي عشان الفضايح يعني عشان بعد كده نقدر نشوف احنا عملنا ايه. وده زي الباريوم سلفيت والزيركونيا. اخر حاجه دي حاجه اوبشنال ان ممكن نبقى ضايفين انتيبيوتيك في الاسمنت زي التوبرامايسين او الجنتامايسين بس دي تعتبر حاجه اوبشنال. بعد كده هنبتدي نتكلم عن الليكويد. الليكويد اول حاجه فيه اللي هو المونيمر اللي هو عباره عن مولكيول واحد من الميثكريليت هو بس هو مولكيول واحد بس وموجود في صوره سائل. وفي الاكسلريتور اللي هي حاجه تانية برضو بتنيشيت البوليمرايزيشن بروسيس مع الانيشيتور بتاعنا اللي هو البنزايل بروكسايد ودي اللي هي ال NN dimethyl baratolidine. تمام. وفي حاجه اسمها الاستابلايزر او الهيدروكينون والاستابلايزر دي حاجه بتساعد انها تمنع الاكتيفيشن بتاعه البوليمرايزيشن بروسيس اثناء الاستورج بتاع الاسمنت او اثناء الاكسبوجر لللايت. دلوقتي احنا هنبتدي انا عرفت يعني ايه الباودر بيتكون من ايه والفلويد بيتكون من ايه. انا دلوقتي عاوز اخلطهم ببعض عشان ابتدي اعمل الاسمنت. طب الرياكشن ده بيحصل ازاي؟ انا عندي الناحيه دي البودر اللي هي عباره عن بوليمر معاه الانيشيتور بنزال بروكسايد هيتفاعل مع المونيمر اللي هو مع الاكتيفيتور اللي هو الدايميثايل باراتولودين عشان يبتدي ريليز اوكسجين فري راديكلز. الاوكسجين فري راديكلز دي هتبتدي تساعد ان هو المونيمر او البارتكلز بتاعت البوليميثايل ميثاكريليت تبتدي تمسك في بعض عشان تكون لي لونج رايت شين. فيبتدي واحد يمسك في الثاني يمسك في الثالث يمسك في الرابع ويبتدي يكون لي لونج رايت شين ممكن تبقى مليونز اوف مولكيولز اللينس. اثناء التفاعل ده هيكون لي الحاجه النهائيه اللي هو البوليمر او البوليميثايل ميثاكريليت. في خلال التفاعل ده بيكون او بيحصل هيت بيبقى فيه برودكشن اوف هيت او الاكزوثيرميك رياكشن الكلمه اللي احنا عارفينها للاسمنت. الهيت ده ايه سببه؟ نتيجه مع ريليز فري بارتكل الاكسجين فري راديكلز بيبقى فيه هيت جنريتد ديورنج رياكشن. لو ان الهيت دي لو انا استها في اللاب بره ان فيترو ممكن توصل درجه الحراره دي لغايه 87 درجه وفي بعض الاحيان لو انها ممكن تعدي كمان ال 100 درجه. لكن لو انا استها جوه اسم جوه جسم الانسان اللي هي الماكسيمم بتاعها تقريبا 47 درجه وده سببه ان انا عندي جزء كبير من الهيت دي بتبقى ديسيبيتد وزن السراوندنجز بتاعت الاسمنت. اللي هو وزن السيرفيس بتاع الميتال نفسه الكولد سيرفيس بتاع الميتال وزن البلاد وزن البادي فلويدز وزن التيشوز الحاجات دي كلها هتساعد الديسيبيشن بتاع الهيت عشان يبقى الماكسيمم تمبرتشر ممكن اوصل لها 47 درجه عشان ما اوصلش ان انا يحصل ديناتوريشن للبروتينز بتاعه البون او السراوندنج تيشوز نتيجه الاكزوثيرميك رياكشن اللي هيحصل. الفانكشن بتاعت الاسمنت لازم دلوقتي يبقى في حاجه في دماغنا مهمه جدا ان الاسمنت ما هواش جلو ما هواش سمخ ما هياش حاجه هتمسك الستيم في البون. الاسمنت بيأكت از جراوت. يعني ايه كلمه جراوت؟ معناها سبيس فيلينج ماتيريال. بيعمل حاجه اسمها ميكانيكال انترلوك. يمكن هي بس معلش الصوره هنا مش واضحه قوي بس احنا لو بصينا فيها هنلاقي ان هو الاسمنت الابيض ده بيبتدي انتر ديجيتيت وزن الكورتكس عشان يبتدي يعمل ميكانيكال انترلوك بتوين الستيم اللي موجود في النص وبتوين الكورتكس. هنبتدي بعد كده نتكلم عن الميكانيكال بروبرتيز بتاعت الاسمنت واول حاجه اللي هو اليانج موديلس اوف الاستيستي اللي اتكلم عليها زمايلي كلهم اللي هو الكيرف المشهور جدا في العظم اللي هو الستريس سترين كيرف. يعني ايه ستريس سترين كيرف؟ يعني فورس ابلايد على الماتيريال الماتيريال دي يحصل لها سترين او ببساطه ديفورميشن. لقينا ان الاستيستي بتاعت الاسمنت هي تعتبر 10 مرات اقل من الكورتيكال بون و100 مره اقل من الستانلس ستيل. فهو الاسمنت يعتبر حاجه الاستيك لاير موجوده بين تو ستيفر كومبوننتس حواليها في الناحيتين. تاني حاجه الاسمنت بريتل. يعني ايه كلمه بريتل؟ في فرق بين البريتل ماتيريال والدكتايل ماتيريال. الدكتايل ماتيريال لو احنا بصينا على الكيرف هنا اللي هو ممكن يشو الاستيك ديفورميشن وبعد كده لما بيبقى عنده لونج بلاستيك فيز، البلاستيك فيز ان هو ممكن يتغير شكله لفتره اطول قبل ما يوصل للبريكج بوينت. لكن على عكس الاسمنت اللي هو بريتل ماتيريال هو هيشو الاستيك فيز بس بعد فتره هيبتدي يوصل لنهايه الالاستيك فيز وبسرعه جدا ممكن يوصل للبريكج بوينت. فهو عشان كده معنى كلمه بريتل ان هو ممكن يحصل له بريكج بسهوله.
ثالث حاجه ان الاسمنت نوتش سنسيتيف. يعني ايه كلمه نوتش سنسيتيف؟ يعني الاسمنت ده هيتكون ان لايرز، اي بارتيكل هتانتربت اللايرز دي هتاكت از ا ويك بوينت وذن الاسمنت، فده ممكن يساعد ان يحصل بروباجيشن للفيلير او بروباجيشن للكراكس وذن الاسمنت، وان يحصل فيلير للسمنت وان يحصل لوسن. رابع حاجه ان من الكريتيريا بتاعت الاسمنت ان انا هو الاسمنت ده سترونجست ان كومبريشن، اي ماده بريتل تقدر انها تويزستاند الكومبريشن كويس جدا، لكن التنشن على العكس لا هيؤدي ان يحصل فيلير للاسمنت بسهوله. بينما الريسبونس بتاعه للشير فورسز اللي هي بتبقى موجوده برضو على سواء على القب او على الستيم هتبقى مودريت. اخر حاجه ان هو الاسمنت زيه زي اي بريتل ماتيريال هو سسبتبل تو كريب اند ستريس ريلاكسيشن. يعني ايه كريب اند ستريس ريلاكسيشن؟ كريب معناها هو الديفورميشن اللي هيحصل في الاسمنت مع التعرض للفورس، مع كل ما الفورس بتاعتي هتزيد هبتدي يحصل ديفورميشن لغايه نقطه معينه اللي هو هيبتدي يوصل للماكسيمم بوينت بتاعت الالاستيك فيز، هيبتدي يحصل ديفورميشن ببطء شويه تمام، فيبتدي ممكن يحصل فيلر للاسمنت لو وصلنا للبريكج بوينت، لو الفورس دي زادت زياده عن اللزوم. لو الفورس دي ما زادتش زياده عن اللزوم هيبتدي يحصل بس ممكن بلاستيك ديفورميشن في الاسمنت، وده اللي بيحصل اللي هو اسمه السبسيدنس، اللي هو ان بيحصل الستيم بينزل تقريبا 2 مللي في بدايه اول سنه بعد السيمنتيشن، وده بيحصل زي مور كومبريشن للبون سمنت، وده بيخلي بيتر لونجيفيتي للسمنت. الستريس ريلاكسيشن اللي هي تعتبر حاجه اسمها تايم ديبندنت تشينج في الستريس وذن ا ماتيريال تمام، معناها ان انا بعد يوم طويل مثلا العيان عمل فيه مجهود كبير، يجي في اخر اليوم يبتدي الكوفيلنت بونز اللي بتربط المولكيولز بتاعت الاسمنت يبتدي يحصل فيها بريكج، فيبتدي يحصل ريليز للستريس اللي موجود وذن الاسمنت، ولقوا ان دي برضو الموضوع ده لو زاد زياده عن اللزوم ده برضو ممكن يعمل فيلير للاسمنت ويبتدي يحصل لوسنج. هبتدي ننقل لحاجه ثانيه اللي هي الفيزز بتاعت السيمنتنج. دلوقتي انا خلطت الاسمنت ابتدى يحصل التفاعل ما بينه، فهبتدي امر الفيزز. اول حاجه الميكسنج فيز اللي انا هخلط فيها الاسمنت ببعضه. ثاني حاجه اللي هي الويتنج فيز اللي هو الاسمنت از لسه ستيكي تو ذا جلوفز، لما اجي احط ايدي على الاسمنت هو لسه بيلزق في الجلوفز. بعد كده الوركينج فيز اللي انا هقدر اخد فيها الاسمنت وابلاي ات وذن البون. واخر حاجه خالص سيتنج فيز اللي هو الاسمنت هيبتدي فيها ان هو يسخن ويبتدي يبقى سيتنج للوضع النهائي بتاعه. فالكلام ده لينا ان احنا ممكن نقسمه لتايمز، هما ثلاثه تايمز. اول حاجه اللي هي الدوي تايم، ده من اول ما ابتدي الميكسنج لغايه نهايه ان الاسمنت يبقى لسه ستيكي تو ذا جلوفز تمام. بعد كده في حاجه اسمها الوركينج تايم، من نهايه الدوي تايم لغايه ما يبتدي يحصل سيتنج للاسمنت. وفي بعد كده السيتنج تايم، ده يعتبر واخد الوقت بتاع السيمنتنج كله اللي هو من بدايه ما انا ابتديت اعمل الميكسنج لغايه ما الاسمنت وصل 50% من الماكسيمم تمبرتشر اللي ممكن يوصل لها خلال العمليه بتاعت السيمنتنج. ايه هي الفاكتورز اللي ممكن تافكت السيمنتنج تايمز اللي احنا كنا بنتكلم عليها؟ اهم واحد فيهم يمكن التمبرتشر، السراوندنج تمبرتشر. كل ما التمبرتشر تزيد درجه كل ما هيزيد 10 كل ما يحصل ريدكشن 10% في الدوي تايم بتاع السيمنتنج. نفس الكلام بالنسبه للهيوميديتي والعكس صحيح، كل ما التمبرتشر والهيوميديتي هيزيدوا كل ما الدوي تايم هيبقى اقل، كل ما يقله كل ما هيبقى الدوي تايم اكتر. الحاجه الثانيه اللي هي الميكسنج بروسيس، كل ما اخلط الاسمنت بسرعه يعني مادي الاسمنت للممرضه تبتدي تخلط بسرعه عماله تعمله بسرعه جدا، ده هيؤدي انه يعمل بورس سيمنت يخلي فيه بارتكلز وزن السيمنت ويخلي ان هو الاسمنت ممكن يبقى السيتنج تايمز بتاعته تتغير وانها تبقى اقصر من الطبيعي. اخر حاجه بتاثر على السيمنتيشن بتاع الاسمنت هي التايب اوف سيمنت. ايه بقى كلمه تايب اوف سيمنت؟ تايب اوف سيمنت دي بتعتمد على كلمه اللي هي الفيسكوزيتي. هنبتدي نرجع تاني للتعريفات الرخمه شويه. يعني ايه كلمه فيسكوزيتي؟ هي ريزيستنس اوف ا فلويد تو فلو ثرو ا تيوب. يعني لو عندي تيوب وعندي فيه فلويد هيبتدي يعدي من التيوب دي. الصوره دي لو انا بصيت عليها ايه اللي انا شايفه فيها او ايه الانطباع اللي اخده منها؟ ان دي ماده لزجه، دي ماده تعتبر الفيسكوزيتي بتاعتها عاليه، لو انا حطيتها في تيوب وسبتها هتبتدي تنزل براحه جدا وهيبقى فيه ريزيستنس لانها تفلو. دي معناها يعني ايه هاي فيسكوزيتي، على عكس لو انا حطيت حاجه فلويد سائله هتمشي بسرعه. فتقسيما على موضوع الفيسكوزيتي ده الاسمنت ممكن يتقسم لثلاث انواع اللي هو لو فيسكوزيتي وميديوم فيسكوزيتي وهاي فيسكوزيتي. اللو فيسكوزيتي سيمنت ده دايما الويتنج فيز بتاعته بتبقى طويله، يعني الاسمنت ده هيفضل في صوره فلويد لفتره اطول. بينما الوركينج تايم اللي هقدر اشتغل بيه في السيمنت قصير، والسيتنج تايم برده هيبقى قصير، هيبقى تقريبا من دقيقه لدقيقتين والاسمنت ده هيست للوضع النهائي بتاعه. في النوع الثاني اللي هو الميديوم فيسكوزيتي اللي هو الويتنج فيز بتاعته برده هتبقى طويله، انا عندي الاسمنت هيفضل فلويد برده لفتره طويله، والوركينج فيز بتاعته هتبقى قصيره بس اطول شويه من اللو فيسكوزيتي، والسيتنج تايم بتاعه تقريبا بيبقى من دقيقه ونص لدقيقتين ونص.
تالت حاجة اللي هو الهاي فيسكوزيتي بون سمنت، وده الويتنج فيز بتاعته بتبقى قصيرة لكن الوركينج فيز طويلة، والسيتنج فيز بتاعته بتبقى من دقيقة ونص برضو لدقيقتين ونص. طب ايه الفرق ما بين دول وايه اللي يفرق معايا؟ لان احنا اللو فيسكوزيتي بون سمنت ده انت عاوز اسمنت يبقى لسه فلويد بشكل كافي عشان يقدر ينتر ديجيتيت بتوين البوني كورتكس. لو الاسمنت ده ابتدى يقلب ان هو بقى فيسكوس ماتيريال هيبقى الانتر ديجيتيشن بتاعه بتوين البون هيبقى اقل، فكده المفروض اللو فيسكوزيتي يشتغل احسن. بس لقينا برضو حاجه تانية، ان انا لو الاسمنت ده ابتدى يبقى هو لسه فلويد زياده عن اللزوم ممكن البريشر اللي موجود في الكابيلاريز بتاعه البلاد فيسل ممكن يزق الاسمنت ده ويبتدي فيه بلاد يطلع انتر ديجيتيت وجوه الاسمنت، فده يؤدي ان يعمل بورز وزن الاسمنت وده يعرضه للفيلير. فهو كل نوع ليه ميزه وليه عيب، بس عموما في الليتريتشر الفولو اب لقوا ان الهاي فيسكوستي بون سمنت هو اللي بيجيف البيست ريزلتس في السمنتنج بروسس. بالنسبه للجنريشنز بتاعت الاسمنت انا عندي فيه اكتر من جنريشن. اول حاجه خالص ابتدت ان هو كان الحاجه اسمها الجولدن فينجر تكنيك اللي احنا كلنا عارفينها، اسمنت هجيبه هخلطه جوه طبق هبتدي اخده على طول احطه جوه المظله، مفيش اي بريشرايزيشن ومفيش بلاج انتي جريد فيلينج هامله المظله من بروكسيمال، وده طبعا هيؤدي لقوا ان هو بيؤدي ديس ادفانتجز. ايه ديس ادفانتجز؟ ان الاسمنت ده بورس، ان في بورز وزن الاسمنت، الاسمنت ده معرض بسهوله ان يكراك ويحصل فيلير، مفيش انتر ديجيتيشن كويس او ميكانيكال انترلوك مع البون، فلقوا ان الانسنس بتاع الفيلير عالي. فابتدينا عاوزين نحسن هذا الكلام عشان نحصل على ريزلت احسن، فابتدوا يعملوا السكند جينيشن تكنيك ان انا ابتدي ابريبير المظله. يعني ايه ابريبير المظله؟ يعني استخدم بلوج عشان ابقى اشتغل على جزء معين من المظله، ابتدي اعمل بلساتايل لافاج ودراينس عشان اعمل اقلل قدر الامكان الفلويدز والبلاد اللي ممكن يترجيتيت وزن الاسمنت، ان انا بعد كده استخدم ريتروجريد فيلينج يوزنج اسيمنت جان عشان احقق هوموجينس سيمنتنج وزن المظله، وان انا ابتدي اعمل بريشرايزيشن للاسمنت عشان بروفايد بيتر ميكانيكال انترلوك. فلقوا ان ده هيقلل البورز وهيبروفايد بيتر ميكانيكال انترلوك وهيبقى فيه بيتر لونجيفيتي للاسمنت. ابتدى كمان لسه احنا طماعين زياده وعاوزين نحقق نسبه احسن من كده وورك احسن من كده للاسمنت، فابتدوا يخترعوا حاجه اجدد اللي هو الفاكيوم بروسيس، ان انا ابتدي اخلط الاسمنت ما اعتمدش على الهاند او اعتمد على حاجه تعتبر بتختلف من حد للتاني. فاحنا عاوزين نستاندرايز الطريقه اللي هعمل بيها السمنتنج، فاستخدم الفاكيوم عشان اخلط الفلويد واخلط البارتكلز بتاعه الاسمنت. فده هيؤدي ان هو هيبقى فيه مور هوموجينس سمنت وليس بورز موجوده وزن الاسمنت، وان انا في نفس الوقت كان استخدم الستيم سنترلايزر عشان ده الستيم نفسه يبقى سنترلايز وزن البون سمنت، فده يساعد ان هو يبقى فيه بيتر سيمنت لاير اول اراوند ذا ستيم ويبقى الاسمنت بيتر اللي هو اوبتيمم ثيكنس يعتبر بتاعه. تمام، وكده طبعا هستخدم فيه لو فيسكوزيتي بون سمنت عشان انا محتاج اسمنت يفضل فلويد فتره عقبال ما ابتدي اقدر اعمل له فاكيوم وبعد كده انقله واقدر ابلاي وزن البون. بعد كده في ادفانسز جديده تعتبر ابتدت تظهر اللي هو ان انا استخدم كارتريج. الكارتريج دي ليها هاند روتاتور بيس، اقدر ان انا استخدم الهاند روتاتور بيس دي في ان انا اخلط الاسمنت بسرعه ثابته عشان استندرايز برضو الميكسنج بتاعت السمنت، وان هي تقدر تابلاي منها على طول الاسمنت في البون عشان ما اضيعش وقت، يبقى محتاج وقت ان انا اقعد احط في الفاكيوم واشيله وانقله وهكذا. وان هو في نفس الوقت لقوا ان الكارتريج دي جواها حطوا جواها فلترز عشان تابزورب الشاركول فيومز اللي بتطلع اثناء عمليه السمنتنج عشان دي ما تعملش برضو بورز ودن الاسمنت، وده يقدر يحقق برضو بيتر ورك للاسمنت. اخر حاجه اللي هو الجدول ده يمكن هو عباره عن مقارنه للثلاثه جينريشنز كل واحده فيهم ايه الحاجه اللي احنا ابتدينا نتطور فيها بدايه من البلاج ان هي ما كانتش بتستخدم، بعد كده ابتديت استخدمها في الاثنين التانيين، ان انا استخدم بروكسيمال فيمورال ستيل دي ابتديت استخدمها في الثيرد جينريشن، ان انا اعمل بريشرايزيشن في الاستابلم ده برضو الناس ابتدت تستخدمه، وهكذا وصولا للبساتاي لافاج، ان انا كل حاجه هبتدي ادفانس عبر الجينريشنز دي. فالتيك هوم مسج الاخيره اللي احنا عاوزين نوصل لها ان الاسمنت از ابوليمر، معناها ان هو ريبيتيشن لمولكيولز بتتكون اساسا من الكربون تبتدي تتحم مع بعض عشان تكون لي لونجر تشين، وان الاسمنت ده از ا جراوت ات از ا سبيس فيلينج ماتيريال وش اكت ميكانيكالي تو بروفايد ميكانيكال انترلوك اند از نوت ا كيميكال بوند بتوين الستيم والبون اند از نوت ا جلو. ثالث حاجه ان الاسمنت ده از ا بريتن ماتيريال بكل الخصائص اللي ممكن نتعرض لها في البريتن ماتيريال، زي ان هي ممكن ات از سترونجست ان كومبريشن، ان هي ات ويل فيل ان تنشن، ان هي ليها مودريت شير سترينث، وان هي ات ويل شو كريب وتشورد ستريس ريلاكسيشن، وان هي مع الاكسبوجر للستريس زياده عن اللزوم الماده دي ممكن تفيل.
اخر حاجه ان انا عندي الجينريشنز بتاعه الاسمنت ان انا دايما عاوز ابروفايد بيتر جينريشنز عشان اوصل منها لهدف واحد ان انا ابروفايد مور هوموجينس سمنت ويز ليس بورز عشان تبقى ليس ويك بوينتس وزن الاسمنت وان يبقى فيه بيتر ميكانيكال انترلوك بتوين الاسمنت والكورتكس عشان في النهايه اقدر اتشيف بيتر سمنت ويبقى فيه لونجيفيتي افضل سمنت. شكرا. شكرا دكتور محمد. واللاست برزنتيشن دكتور محمد سعيد اتكلمنا على البيرنج سيرفيسز في التوتال هيب ريبليسمنت تقريبا هيلخص كل حاجه اتقالت قبل كده. ما هو مش موجود بس اخدتوا معايا. Our presentation will be about the bearing surface. محاضرتنا هتبقى زي summary او تجميع لكل ما قيل الصبح. هنركبهم على بعض. ازاي احط الميتال والميتال؟ ازاي احط الميتال والبوليثيلين؟ التجميع بقى بتاعت الحاجات دي مع بعضها وعلى الشغل بتاعنا ان شاء الله. Our learning outcomes, the hard and soft, the lubrications, the factors affecting wear and the polyethylene concerns, hard on hard اللي هو زي metal on metal و the ceramic on ceramic, the lubrication and the concerns about each one of them. The modern bearing surfaces, ايه اللي عندنا اللي احنا بنستخدمه؟ The hard on soft اللي هو metal on polyethylene and the ceramic on polyethylene. Hard on hard, this is alternative, ده مش اللي احنا بنستخدمه كل يوم. Metal on metal, ceramic on ceramic and metal on ceramic. Lubrication في الhard on soft اللي هو metal on polyethylene والmetal on ceramic. حاجة اسمها boundary lubrication زي ما قالنا دكتور خالد الصبح. في حاجة اسمها asperities اللي هي ال rough points on the surface. It always come in contact. دي بتبقى على السطح بتبقى always بتبقى in contact مع بعضها ودي ممكن بتكتر الوير عندي لو كانت كتير. وفي حاجه اسمها باوندري لوبريكانس اللي هي الفيلم اللي بتبقى على سطح المفصل اللي بتعمل سيباريشن وبتبقى دي جلايدنج فيلم كده في ما بين المفصل اللي هو الميتال مع البولي ايثيلين او السيراميك مع البولي ايثيلين. وات ار ذا جود كابلز؟ ايه الحاجات اللي هنحطها مع بعضها عشان ناخد ليس وير وبيتر اوت كم في المفصل؟ الومينا سيراميك اون بوليثيلين اتس جود. واي؟ عشان اتس هافينج فيري سموث سيرفيس مع البوليثيلين بيبقى فيه ليس وير. ذا كوبلت كروميوم الوي برضه كويسه ليه؟ عشان السيرفيس بتاعها سموث مع البوليثيلين بيبقى فيه لوير. الزركونيا زي ما سمعنا بيحصل له فيز ترانسفورميشن بيتحول جوه الجسم فبيبقى فيه رف سيرفيس فبيعمل وير اكتر وفريكشن اكتر. الستينلس ستيل برضه السيرفيس بتاعه مش سموث قوي فممكن يحصل منه وير وفريكشن مع البوليثيلين. التيتانيوم الوي لقيناه مش حلو في البيرنج سيرفيس ليه؟ عشان هو ايزلي سكراتشبل فبيبقى فيه رف سيرفيس بوينتس معانا فبيحصل وير اسرع مع التيتانيوم. الفاكتورز اللي ده بتأفكت الوير عندنا ذا سيرفيس رفنس اوف ذا هيد زي ما احنا بنقول لو هي رف بيحصل فريكشن اسرع وبيحصل وير اكتر. بس
الهيد لو هي مور سفير وتبقى سموث بيبقى الوير اقل. البولي ايثيلين مانيفاكتشرنج زي ما سمعنا الصبح ذا الراديشن شيلف هاف لايف اند ذا ستيريلايزيشن. السيرفيس رافنس اوف ذا هيد ذا كوبرت كروميوم هيد لو في كاربايد اسبيريتيز يعني راف بوينتس دي بتعمل فريكشن مع البولي ايثيلين فبتزود الوير. ذا سيراميك هيدز لو في بيتس على السيرفيس مع المانيفاكتشرنج دي بتبقى راف بوينتس بتعمل وير اسرع. في حاجه اسمها ميتال سميرنج اوف ذا سيراميك هيدز يعني لو لو في امبنجمنت ما بين السيراميك هيد او اللاينر مع الميتال بيحصل سم ميتال اينز دي بتخش ما بين سطحي المفصل دي بتبقى تعمل ثيرد بودي وير وبتبقى راف بوينتس فبتعمل لي فريكشن اسرع وبتعمل لي وير اكتر. الهيد لو السفير هيد بيبقى فيه في الاخر حتت مش سفير في الايدجز دي ممكن تخبط مع اللاينر وتعمل لي وير اسرع. هنتكلم سريعا عن البولي ايثيلين مانيفاكتشرنج. الحاجات اللي بتهمنا في التوتال هيب اللي احنا هنحطه جوه العيان نحب نعرف ايه ان المانيفاكتشرنج بتاعه دلوقتي بقى حاجه اسمها دايركت كومبريشن مولدنج دي حاجه احسن ما فيهاش ماشينينج كتير فبتخلي الوير اقل. الراديشن بتاعه كان من 2.5 ل 4 ميجا راد ده بيزود ذا كروس لينكينج بيقلل الوير. الباكجينج بتاعنا بتاع البولي ايثيلين صح يبقى اكسجين فري عشان بيقلل الوير بتاعنا. البولي ايثيلين الراديشن زي ما سمعنا الصبح البولي ايثيلين عامل زي التشين زي ما احنا شفنا. الراديشن بيعمل بوند رابشرنج لو هي اكسجين فري انفايرمنت بيحصل حاجه اسمها كروس لينكينج. لو هو هاي نيوكلير ويت او الترا هاي نيوكلير ويت بيبقى بالراديشن في اكسجين فري انفايرمنت بيحصل له مور كروس لينكينج يعني ايه بدل ما هو شين كده بيحصل بوندنج ما بينهم فبتتحول الى حاجه عامله زي ريكتانجل او اكيو فبيبقى مور هارد وبيبقى فيه وير اقل وبيبقى مور resistant to the fraction. حصل modification في ال radiation بقى من 5 ل 15 ميجا راد او اكتر كمان من 10 ل 15 ميجا راد ده خلاه more close linking بقى more tough بيعمل فايدته ايه ان هو بيعمل better wear resistance. ال particles حتى اللي بتطلع منه بقت اصغر فال particles دي اصغر واقل في العدد فبقى في less osteolysis. ازاي اعمل highly cross linked بولي ايثيلين زي ما احنا شفنا الصبح وسمعنا من الزملاء ان هو بيبقى فيه high dose of radiation. البولي ايثيلين مايكرو استراكشر بقى ultra high molecular weight بنجيب grains كتير molecules كتير ونعمل لها processing احسن وبنعمل لها heating radiation عالي عشان نوصل للحاجة اللي هي ultra high nuclear weight highly cross linked ده اللي هو احسن وير دلوقتي في البولي ايثيلين. الالترا هاي نوكلير ويت هايلي كروس لينكد بيعمل ايه فايدته ايه ان هو بيعمل امبروفمنت للوير ريتس فيري مينيمال فيرير ريت. الدراسات دلوقتي بتقول ان هو الاحسن وان احنا نستخدمه في سيرتن ايجز دي بقت احسن حاجه دلوقتي في الميتال اون بولي ايثيلين او في الهارد اون سوفت. الهارد اون هارد اللي هي ميتال اون ميتال اند سيراميك اون سيراميك ذا لوبريكيشن بيبقى كومبايند من حاجتين اللي هو الباوندري روبليكيشن والهايدرو دايناميك فلويد فيلم زي ما احنا شايفين ده اللي هو هايدرو دايناميك فلويد فيلم اللي هو بيتحرك معانا لما انا بتحرك بيعمل كده بتبقى فيلم بتبقى سكويزد مش يونيفورم بتتغير مع المشي. الباوندري لوبريكيشن دي وانا في الريست او في السلو موشن. الراديال كلينر زي ما دكتور خالد قال لنا الصبح احسن حاجه هي البولر كونتاكت هاي كونفورميتي اللي هو ده اللي هو بيسمح ان بيبقى فيه فلويد فيلم جوه المفصل بيعمل ليس وير وبيحسن الفايبولوجي بتاعه. الميتال والميتالز ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها عنه؟
بيبقى فيه very small particles generated وبيبقى فيه very low volumetric and linear wear. The absolute numbers of particles أقل. أكثر عدد من البارتيكلز تتكون في أول سنة حاجة إحنا بنسميها Runyon wear. بعد كده بتقل due to self polishing of the implant and of the prosthesis. What is the adverse response? Metal ions دي اللي هي بتاعت الكوبرت كروميوم تعمل toxic effects في التيشوز around. تعمل ايه؟ ممكن تعمل هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز, سوديو تيومرز اند بين افيوجن اند اوستيولسيس. زي ما احنا شايفين هنا في ميتاليك بريسيبيتيشن على الكاب وعلى التيشوز هنا due to the metal ions generated. The contraindication of the metal ions, metal on metal, women in the childbearing period due to the passage of the ions through the placenta. It passes also in the urine, so it's contraindicated in the renal failure and it might have a cancer risk, but it is not till now proven. So, metal on metal embed due to metal ions released, systemic effects, the pseudo tumors and the high failure rates. It was used formerly for the young active patients, but now it's seldomly used. The wear rate is higher with the heads more than 32 millimeter diameter radius. The benefits not worth the risk. Till now we cannot predict مين هيحصل له هايبر سنسيتيفيتي ومين مش هيحصل له. فدلوقتي ما حدش بيستخدمه كتير. سيراميك اون سيراميك بيتكون من ايه؟ واحنا بنعمل له امبلانتيشن من ميتال شيل لاينر اند هيد. محدش كتير بيستخدمه عشان هو محتاج تكنيكاليتي عاليه. مش اي حد فينا بيبدا بيه, لازم واحد يتعلم كتير ويعمل امبلانتيشن كتير ثم بعد كده تبدا ايده تاخد على هذه المفاصل. ليه؟ عشان الايرور فيها نوت فور جيفنج زي ما احنا شفنا, وبرضه هنشوف تاني ان اي تغيير في الانكلينيشن انتيفيرشن امبلانتيشن والتيبر بتاعنا ممكن يعمل لنا مشاكل بعد كده. وزي برضه ما احنا سمعنا وانس سيراميك اولويز سيراميك, فانت تاخد بالك من الاول وانت بتعمل وانت بتختار الحاجه للبيشنت بتاعك بحيث انت ده هيبقى البيشنت بتاعك سلم لك جسمه, فانت هتعمل حاجه فانت عايز تعمل حاجه very properly planned and indicated. مزايا ايه؟ وكان في first two generations كان بيحصل فيهم highly rate of fracture to the head, بس بعد كده بدا يحصل better manufacturing زي ما احنا شفنا. فالثيرد جينيريشن والفورث جينيريشن بقوا احسن, بقى فيه low rate of head fracture. اللي ده advantage ايه؟ ان هو very low wear. ليه؟ عشان السيرفيس بتاعه very smooth فبيحصل مفيش friction مفيش wear. ال particles بتاعته اقل بكتير من كل ال implants الاخرى, وكمان اصغر في السايز بايو انرت فمفيش منه مشاكل كتير. superior wear resistant bio inert الهيد هيدروفيليك, ممكن الهيد هارد مفيش ليبرز, و تيل ناو في فروم 10 تو 15 ايرز فول اب ستاديز ما هيلش مشاكل للبايلوكس فورد والدلتا. كان في مشكله ال the fracture to the head and to the liner, بس دلوقتي مع البيتر مانيفاكتشرنج بقت اقل بكتير. ايتش امبلانت بيحصل له حاجه اسمها بروف تيستنج, ان هو بيختبر قبل ما بيتباع ويبقى ماركتد. الريسك دلوقتي بقى اقل من واحد في ال 10,000. زي برضو ما احنا قلنا الامبلانت ده نوت فور جيفنج, يعني ايه؟ يعني اخد بالي ممكن يحصل وانا بحطه حاجه اسمها انسيرشنال شيبس. لو انا دقيت جامد وانا بحط اللاينر ممكن يحصل بارتكلز او ممكن يحصل فراكشر في اللاينر, فدي ممكن تعمل ثيرد بادي وير او بعد كده هتسرع لي الوير. بروبر اسمبلي زي ما احنا قلنا ده مش اي حد فينا مبدئيا بيبدا يعمله, لازم يتعلم كويس يبقى تريند عشان يحطه. التيبر لازم يبقى كلين وبركب الهيد عليه كويس with minimal impaction and moderate force. The cup is very sensitive, يعني ايه؟
يعني لو انا حطيته فيري تو فيرتيكال او كان في فيرجن زياده ممكن يحصل امبنجمنت مع اللاينر او مع الكاب. دي زي ما احنا قلنا ممكن تعمل ميتال سميرنج، ممكن تعمل بارتيكلز ما بين الهيد واللاينر هتزود الوير بتاعنا. سكويكينج دي مشكله كانت بتتقابل في السيراميك وما زالت، اللي هي الجوينت نويز. محدش عارف هي بتحصل ليه 100%، بس قالوا انها اكتر في التولر والهيفير واليانجر بيشنت. نتفاداها ازاي؟ ان احنا نعمل بروبر اسمبلي اند بروبر بيشنت سيلكشن. تو سمرايز ذا بايلوتس دلتا او الفورس جنريشن از هافينج فيري هاي سرفايفرشيب، اتس فيري لو وير، no fracture, it's indicated for young and more active patients, but there is still the risk of squeaking. Disadvantages, the head size it's limited. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ما انا مربوط بثيكنس معين في اللاينر وفي الهيد عشان ما يحصلش fracture. فلو يعني بتلاقي الشركات بتقول لك ايه، انا بتبدا عندي الهيد واللاينر السيراميك مثلا من 54 56. ليه؟ عشان في مينيمال ثيكنس لللاينر والهيد عشان افويد اني فراكشر او ان انا تحصل لي كومبليكيشنز. الهيد برضو بتبقى ليميتد عندهم، نو سكيورتيز الاود ان سيراميك امبلانتس. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش تاخد اكسترا لونج او اكسترا لونج، لا هي ليها سايز معين. فدي بتعمل لي مشكله بعد كده، اللي ده انا حبيت ازود الامبلنت او اظبطه لازم ابقى عامل بروبر بلاننج قبلها، ان انا ما عنديش اوبشنز كتير فيه. عشان كده تاني بنقول ان هو ده لازم الاكسبرتس هم اللي بيعملوا هذه المفاصل عليه عشان عندي ليميتد اوبشنز اند ذا ريسك اوف ذا فراكشر اند هيب سكويكينج. تاني اور ريكومنديشن فور سيراميك اون سيراميك از فور يونج اكتيف بيشنتس وذ لونج لاستنج اكتيفيتي لايك بيشنتس وذ بوست تروماتيك also arthritis, AVN, and DDH. طبعا احنا كلنا بنسمع ان في large heads in the ceramic on ceramic. دي ادتنا options اكتر في range of motion اعلى، تبقى more stable عشان دول young active patients. فدي من ضمن الميزات الكبيره لهذا الامبلانت. ايه ال what's our options now؟ conventional hard and soft اللي هو the polyethylene on metal, modern hard on soft, metal head on ultra high nuclear weight, highly cross-linked polyethylene or the ceramic head, hard on hard, ceramic on ceramic, ceramic on metal. زي ما احنا قلنا the ceramic is not modular, not forgiving, فبستخدمه في properly indicated patients. السلايد ده بيوري هو اتكرر قبل كده عشان نعمل انتجريشن. بنشوف هنا كمية البارتيكلز اللي بتبقى جنريتد في البوليثيلين العادي، ذا كروكس لينك بوليثيلين، ميتال اند ميتال، الومينا اند الومينا. لاحظنا هنا ذا كروس لينكينج قللوا 90%، بقى 10% بس من اللي كان بيبقى جنريتد قبل كده. ميتال اند ميتال اقل برضه، بس اوت ويز الريسكس بتاعته. سيراميك ceramic very low wear rates. What's our evidence now? What's our plans? Original article about the longevity and the survival ships of the bearing surfaces. Systematic review of multiple meta-analysis revealed that two present evidence indicate similar performance and survivorship among ceramic on ceramic, ceramic on polyethylene, the conventional, ceramic on highly cross-linked polyethylene, metal on highly cross-linked polyethylene implants, and likely they are having more survivorship than metal on metal and metal on conventional polyethylene. And long-term randomized controlled trials are still going to prove this conclusion. Our take-home messages: metal on polyethylene remains the gold standard in our practice. Okay. Metal and ceramic on highly cross-linked polyethylene, they are having potential advantages. Hard on hard, metal and aluminum on
الومنت they are having better wear rates, ولكن metal on metal they are having more risks. Ceramic on ceramics they are evolving and they are having better results than the ordinary metal on polyethylene. آخر حاجة نقولها, this is your responsibility about the choice of your implant and your patient. بعد كل ده انت المسؤول عن اختيار المفصل, اختيار البيشنت, تحديد ايه اللي هينفع له احسن. Thank you very much. شكرا دكتور محمد. الحقيقه يعني كان في النهايه دي يعني سمرايزيشن كويس لكل اللي اتقال على الميتلز. احنا ما عملناش حقيقه وقت الدسكشن على اساس ان احنا هنبقى عندنا الدسكشن في البلاي جراوند, هيبقى عندك هتبقى كلنا قاعدين مع الستاف وكل ستاف قدامه الديفرنت تايبس اوف بروسيسز, ومحقك تسال زي ما انت عاوز في البلاي جراوند. دلوقتي حقيقي كده احنا الاند اوف اور فيرست سيشن, وهنتقابل بعد الصلاه اظن المفروض نكون موجودين 1:30. هستاذن حضرتك بس بيا اقول حاجه. يا جماعه سؤال, ايه مدى الاستفاده من اول سيشن؟ اول سيشن مشكلتها بالنسبه لنا انها ذا تافست سيشن, اصعب سيشن عندنا واصعب حاجه في الفهم, لان حضراتها زي ما انتم شايفين احنا بنسميها احنا دخلنا الاوضه الضلمه, يعني الحته اللي هي مفيش اي جراح فينا عايز يقراها او يعرفها, البايوماتيريالز والبايوميكانكس. اي هوب ان تكون حتى الاستفاده وصلت ل 50%. يعني انا متاكد لو سالت حد فيكم على مثلا ايه الليرنينج او حاجه جديده اتعلمتها في اي محاضره من المحاضرات اللي فاتت, كل واحد هيكون عنده معلومه جديده. دي اصعب سيشن في الكورس كله واتقل سيشن, وعشان كده احنا عملناها قبل الصلاه يوم الجمعه بحيث ان يبقى فيه راحه للبرين في فتره الصلاه وفتره اللانش. الحمد لله انها عدت بهايله جدا الحمد لله, ويعني مدرسين عندنا في الوحده ادوها باعلى مستوى. اظن انها يعني they tried to simplify it as much as possible. السيشن اللي وراها ما هي الا تكمله, لكن الجزء اللي يهمنا احنا how to apply البايوماتيريالز والبايوميكانكس على الديزاينز. لما يجي شركه تبيع لك مفصل وتقول لك this is Wohler design, this is مثلا فاجنر ديزاين, تبقى انت عارف الديزاين, مش هو يمسكك يقعد يقول لك والله ده اصل هو بيعمل كده اصل هو مش, تبقى انت عارف انت بتشتغل بايه وده والله هستخدمه في العيان ده وليه, وتبقى انت اللي بتجايد الشركه مش هما اللي بيجايدوا. فاي هوب ان احنا كلنا نكون موجودين على الساعه 1:30 immediately علشان نبدا السيشن الثانيه, واخر اليوم بقى مرحله الديسكشنز على البلاي جراوند ان شاء الله. شكرا يا جماعه جميل.